الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، بالتاكيد بنتابع فيها اخر استعدادات النادي الاهلي في معسكر اليكانتي في اسبانيا استعدادا لانطلاقه الموسم الجديد خلال الفتره القادمه، وايضا ردود الافعال بعد المباراه الوديه التي اقيمت بالامس والنادي الاهلي حقق فيها نتيجه كبيره جدا واستعداد فني وبدني متميز لبدايه الموسم القادم باذن الله. بالاضافه لده كمان تصريحات مهمه جدا لعدد من لاعبي النادي الاهلي وافراد الجهاز الفني بعد المباراه الوديه اللي فاز فيها النادي الاهلي بتسعه اهداف مقابل لا شيء في اطار الاستعداد لنهايه الموسم الماضي والاستعداد لانطلاقه الموسم القادم. يمكن باقي مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي في مشوار الدوري العام، مباراة المقاولين العرب، مباراة نادي الزمالك، ويمكن النهارده حصل تعديل من اتحاد كرة القدم بخصوص بعض المباريات المتبقية في الدوري العام، هنيجي نتكلم عليها في سياق أخبارنا النهارده في هذه الحلقة، لأن بالتأكيد تعديل عدد من مباريات الدوري المتبقية في المسابقة فيها تفاصيل وفيها حاجات وكواليس معينة هيطول الشرح فيها النهارده في هذه الحلقة. لكن بالطبع كمان البطولة الإفريقية للأمم، بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالأمس انتهت مباريات دور ال16 وتحددت خلاص بشكل رسمي المنتخبات الثمانية التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي، وغدا بإذن الله بدء مباريات الدور الثمانية في البطولة الإفريقية للأمم. بالتأكيد سعداء جدا بتأهل المنتخب التونسي على حساب المنتخب الغاني في دور ال16 وتأهله بنتيجة جيدة جدا بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية 5-4. المنتخب التونسي تأهل، المنتخب الجزائري تأهل. مباريات دور الثمانية بالتأكيد مباريات صعبة، الجزائر ينتظرها منافس قوي جدا منتخب كوت ديفوار، وتونس أمام منتخب هو الحصان الأسود حتى هذه اللحظة فيها البطولة منتخب مدغشقر، بالإضافة إلى ذلك المنتخب السنغالي في مواجهة أمام منتخب بنين، وبالتأكيد المباراة الأقوى ديربي الشمال وديربي الجنوب أو ديربي الغرب مع الجنوب، نيجيريا أمام جنوب إفريقيا. 8 منتخبات تأهلت لدور الثمانية، وبالتأكيد المنافسة والمباريات هتزداد صعوبة خلال الفترة القادمة، والإثارة هتزداد نتيجة بقى استخدام تقنية الفيديو، الحكم تقنية الفيديو المساعد الفار سيبدأ تطبيقه بدءا من الغد في بداية مباريات دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، طبقا لقرار الاتحاد الإفريقي اللي اتخذه منذ انطلاق هذه البطولة، وحدد أن بدءا من دور الثمانية حتى المباراة النهائية سيتم تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد وما يسمى بالفار. طيب أخبارنا النهاردة أخبار كتيرة ومعانا تقارير مثيرة أيضا كمان، والنهاردة معانا 2 ضيوف مهمين جدا. الفقرة الحوارية الأولى اللي بالتأكيد هيقدمها زميلنا العزيز الأستاذ محمد الجندي مع الكابتن ربيع ياسين، فقرة فنية للإطلالة على المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بخروج منتخبنا الوطني والأسباب الفنية التي آلت إلى خروج المنتخب من دور ال16، بالإضافة إلى مباريات دور الثمانية حتى المباراة النهائية وتفاصيل فنية متعلقة باستعداد الأهلي للموسم الجديد. والكابتن ربيع ياسين بالتأكيد بيتولى منتخب الشباب، فهتبقى فرصة نطمن منه على منتخب الشباب اللي بيستعد للمرحلة القادمة. ثم الفقرة الثانية والأخيرة فقرة حوارية مع الناقد الرياضي الأستاذ محمد صادق، الناقد الرياضي بأخبار الرياضة، فقرة مهمة لأن هنلقي فيها الكواليس وما يدور في اتحاد كرة القدم وما يحدث في الوسط والحالة القروية في مصر بعد خروج منتخبنا وبعد إعلان جدول الدوري بعد تعديله اليوم والموسم القادم، موعد القيد، موعد لائحة شؤون اللاعبين متى ستصدر، كل ما يتعلق بدور الإعلام في المرحلة القادمة وما هو دور الإعلام في المرحلة السابقة، هنلقي الضوء على كل هذه الاستفسارات وهناخد إجابات واضحة من خلال الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بأخبار الرياضة. دي بداية بالتأكيد حلقتنا النهاردة وتفاصيل هذه الحلقة، لكن أبدأ باستعدادات النادي الأهلي في أسبانيا بعد المباراة الودية الأولى وبعد حوالي 4 أيام من وجود النادي الأهلي في أسبانيا. كان معسكر مهم جدا، معسكر جاي في توقيت مهم، وميزة هذا المعسكر أنها جاية في توقيت معظم أو 90% من لاعبي النادي الأهلي مع الجهاز الفني ومع مارتن لاسارتي في هذه المرحلة، وده إن دل على شيء بيدل إن إحنا إن شاء الله متفائلين بالمرحلة القادمة، لأن المعسكر بأي حال من الأحوال الشيء الإيجابي اللي فيه لما بيكون التيم مكتمل أو العناصر كلها مكتملة داخل الفريق، ده بيبقى فرصة مهمة للجهاز الفني ان هو يحضر للمرحلة القادمة، فرصة مهمة ايضا للجهاز الفني ان هو يشوف كل العناصر اللي معاه، كمان في عناصر رجعة من اعارة ولم يتحدد موقفها خلال الفترة القادمة، فالجهاز الفني في المرحلة دي يقدر يبني لموسم كامل من خلال معسكر 10 ايام في اسبانيا، وفي مباراة ودية اخرى ان شاء الله يوم الخميس، ثم مباراة ودية اخيرة في نهاية المعسكر ان شاء الله يوم الحد القادم. النهاردة كان في تدريبات استشفائية لعدد من اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الامس، والجهاز الفني بالامس حسن ان هو شارك باكبر عدد من اللاعيبة، لكن النهاردة التدريبات الاستشفائية
بتاتي في اطار تخفيف الحمل البدني للعيبه استعدادا لخوض الوديه الثانيه ان شاء الله يوم 11 يوليو يوم الخميس ان شاء الله مع احد الفرق اللي معسكره هناك في مدينه اليكانتي في اسبانيا. قدامنا صور حصريه ولقطات حصريه من معسكر النادي الاهلي في اسبانيا للاستعداد للموسم القادم. قدامنا كمان وجود عدد من اللاعبين الصاعدين محمد عبد المنعم، مصطفى رمضان حارس المرمى، وجود عناصر شابه ووعده في معسكر الفريق الاول. ده شيء ايجابي لانك في المعسكر زي ده لما بتكتشف ناشئ او اثنين ده بيعتبر بالنسبه لك حاجه عظيمه جدا لما بيكون عندك لاعب او اثنين متميزين في المرحله القادمه تستعين بيهم في الفريق الاول. كابتن محمد يوسف كان ليه تصريحات مهمه النهارده متعلقه بوديه الاهلي وسوكر سمارت الوديه التي اقيمت بالامس، وكابتن يوسف قال ان المباراه الوديه حققت كل اهدافها اللي كان الجهاز الفني بينتظرها في هذه المباراه، وللاهلي فاز فيها بتسعه اهداف دون مقابل. هذه الاهداف حققت اللي بيسعى ليه الجهاز الفني خلال المرحله القادمه، وان المباراه كانت فرصه لتجربه العديد من الافكار الخططيه والفنيه بصرف النظر عن النتيجه. الجهاز الفني دفع في هذه المباراه ب 22 لاعب على مدار شوطي المباراة لتجربة العديد من الأمور التكتيكية استعدادا للمرحلة القادمة. الفكرة مش في مشاركة 22 لاعب أو كم لاعب شارك أو النتيجة 9-0 أو 10-0 أو 1-0، فكرة المباراة الودية الجهاز الفني إيه اللي عايز يوصل له أو إيه اللي عايز يطلع بيه من أمور إيجابية واستفادة للمرحلة القادمة. كابتن يوسف قال في سياق هذا الحديث إن الهدف من وراء المباراة الودية تحقق بما يتفق مع خطة الجهاز الفني الذي يسعى خلال المرحلة الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة. أشار الكابتن يوسف إن الجهاز الفني حريص تماما على استغلال كل دقيقة خلال مدة المعسكر لتجهيز اللاعبين. أرضيات الملعب على فكرة يا جماعة أرضيات الملعب متميزة جدا، المنتخب السنغالي قبل السفر لكأس الأمم الإفريقية كان بيعسكر في هذا المكان استعدادا لبطولة الأمم، فأماكن أو مكان تحديدا في أسبانيا مميز جدا لاستعداد الفرق للمرحلة القادمة وبداية فترة الإعداد. فترة الإعداد لما بتحتاج معسكر، المعسكر بيبقى عايز فيه هدوء، مفيش أي صخب أو دوشة، اللعيبة كلها تكون موجودة في فندق قريبة من بعضها، ملعب التدريب يكون قريب من مقر الإقامة، فرق بتلعب معها حسب بقى الجهاز الفني ما شايفه للمرحلة الجاية، عايز فرق أقل في المستوى، فرق متوسطة المستوى، فرق مستواها عالي، دي بتبقى راجعة ليه الجهاز الفني ايه المرحلة اللي هو عايز يشتغل فيها في مباراة ودية للمرحلة القادمة. بالتأكيد ده هناك مباراة ودية زي ما أكدت لكم إن شاء الله يوم الخميس هيكون في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة. الجهاز الفني أكيد في هذه المباراة هيبدأ يعلى بقى بالمستوى الفني في المباريات الودية القادمة استعدادا لانطلاقة أو نهاية الموسم الماضي. يعني بعد ما بقول بعد نهاية المعسكر استعدادا للموسم الجديد بفتكر إن لسه في مباريات متبقية من الموسم الماضي، اللي النهاردة اتحاد الكورة حدد فيها مواعيد جديدة عشان الدوري ينتهي يوم 28/7 قبل غلق باب القيد الإفريقي ب 72 ساعة. كل اللعيبه شاركت، 22 لاعب شارك في هذه المباراه. الحمد لله المباراه خرجت، الحمد لله كل اللعيبه خرجت سليمه، ما حدش تعرض لاي اصابه. ان شاء الله المرحله القادمه كمان يعني خلال ايام قليله الرباعي الدولي اللي كان موجود مع منتخبنا الوطني في كاس الامم هيكون موجود ان شاء الله مع الجهاز الفني ومع مستر مارتن لاسارتي خلال الساعات القادمه، محمد الشناوي، ايمن اشرف، مروان محسن، وليد سليمان. جيرالدو طبعا التحق بالبعثه في اسبانيا في بدايه المعسكر بعد خروج منتخب انغولا في دوري المجموعات. لا يتبقى سوى اللاعب المالي اليو ديانج، يمكن ده بس اتاكد بشكل رسمي انه هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في القاهره بعد ما يرجع من اسبانيا، انه خد فتره راحه وانهاء متعلقاته الشخصيه والسفر الى بلده قبل المجيء للقاهره والاستعداد مع النادي الاهلي للمرحله القادمه. طيب عندنا خبر مهم جدا من اختبارات الناشئين لقطاع الناشئين لكره القدم في النادي الاهلي، وخبر زي ده الناس بتستناه من السنه للسنه. في توقيت زي ده واحنا في شهر 7، التوقيت ده مهم جدا لكل واحد نفسه يلعب كوره، ولما النادي الاهلي بيعلن عن مواعيد اختبارات لقطاع الناشئين بتبقى حاجه عظيمه وفرصه عظيمه للاعبين الصغار والبراعم ان هم يتالقوا ويتواجدوا في نادي كبير زي نادي القرن النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا بيع الاستمارات الخاصه باختبارات قطاع الناشئين بدءا من الغد ان شاء الله يوم الاربعاء على بوابات النادي بمقر الجزيره وفرعي النادي في مدينه نصر والشيخ زايد، وعلى مدار 3 ايام من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 3 العصر. الاستمارات إن شاء الله هتكون موجودة بقيمة 50 جنيه على أن تبدأ الاختبارات في الساعة 8:30 صباحا. كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين قال إن مواعيد الاختبارات بالنسبة للموسم الجديد هتكون على ملاعب النادي الأهلي في مدينة نصر، ملاعب الأكاديمية زي ما كان بيتم الكلام ده خلال السنوات الماضية. وتم تحديد عدد من الأيام بالنسبة لمرحلة قطاع الناشئين. يوم الأحد والاثنين والثلاث الموافق 14 و15 و16/7 هتكون اختبارات لمواليد 2006
و2007. يوم الأربعاء والخميس والسبت أيام 17 و18 و20 سبعة هتكون اختبارات لمواليد 2008 2009 2010. يوم الحد والاثنين والثلاث الموافق 21 و22 و23 سبعة هتكون اختبارات للمواليد 2003 2004 2005. على أن يكون يوم الأربعاء والخميس الموافقان 24 و25 سبعة ده اختبارات لمواليد 2002. إذن تم تحديد أيام محددة لكل مرحلة سنية في الاختبارات. 14 و15 و16 سبعة هتكون لمواليد 2006 و2007. أيام 17 و18 و20 سبعة اختبارات لمواليد 2008 و2009 و2010. أيام 21 و22 و23 سبعة اختبارات لمواليد 2003 2004 2005. وآخر يومين في الاختبارات 24 و25 سبعة لمواليد 2002. وكل التوفيق يا رب لكل البراعم والناشئين اللي موجودين في كل محافظات مصر ان هم ان شاء الله يجتازوا اختبارات النادي الاهلي ويكونوا ضمن صفوف قطاع الناشئين، ولما لا بعد سنوات ان شاء الله يكونوا متالقين في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. وحسنا كمان قطاع الناشئين كان استحدث تجربه خلال الايام الاخيره، بخلاف ان كان بيتم سفر مدربين لبعض المحافظات لاجراء اختبارات، المره دي الامور توسعت اكتر وتم تحديد مواعيد وسفر مدربين لقطاع الناشئين في النادي الاهلي للتواجد في معظم محافظات جمهوريه مصر العربيه لاقتناء العناصر المتميزه في قطاع الناشئين والمراحل السنيه الصغيره لانضمامها لصفوف الفريق الاول خلال او صفوف قطاع الناشئين خلال المرحله القادمه. خبر ارجع به للفريق الاول، النهارده مؤمن زكريا كان بيؤدي تدريبات بدنيه في الجيم ضمن البرنامج التاهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي في الفريق الاول. مؤمن زكريا كان غاب عن تدريبات الاهلي الجماعيه خلال الايام الماضيه، كان بيشتكي من كدمه كده خفيفه في الركبه قبل السفر لاسبانيا، لكن الجهاز الفني فضل انه يكون مؤمن زكريا مع الفريق في المعسكر وفي نفس الوقت يتم التاهيل ليه وجاهزيته ليه المرحله القادمه. لسه عندنا مباراتين وديتين، اذا التحق ان شاء الله بالمباريات الوديه يكون متواجد خلال الفتره القادمه. مارتن لالاسارتي عقد جلسه النهارده مع عمرو جمال مهاجم فريق النادي الاهلي، الجلسه استمرت ما يقرب من حوالي 15 دقيقه. تحدث فيها مارتن لالاسارتي عن بعض الامور الفنيه وتجهيزه خلال الفتره القادمه، فرصه طيبه لعمرو جمال في معسكر الاعداد الحالي ان هو يقتنص الفرصه ويكون متواجد مع الفريق خلال المرحله القادمه. نبدا من جديد وكل اللعيبه تكون موجوده في المعسكر ده، فالجهاز الفني يقدر يشوف كل اللعيبه. عمرو كان طلع اعاره ثم طبعا كان عنده اصابه وبعد، ولما رجع كان في مشكله في مساله القيد من عدم اللاعب كان معار ورجع في منتصف السيزون نتيجه طبعا تضارب المواعيد بالنسبه لقطاع كره القدم من خلال اتحاد الكوره، فبالتالي كانت في لعيبه موجوده على ذمه الفريق الاول لكن ما كانتش مقيده والجهاز الفني يقدر يستفيد بيها. من ضمن هؤلاء اللاعبين كان عمرو جمال، ففرصه في معسكر الاعداد الحالي ان شاء الله عمرو جمال من المهاجمين المتميزين وكان احد العناصر الواعده والمؤثره في خط هجوم فريق النادي الاهلي. فالجلسات اللي زي دي اللي بيعقدها مارتن لاسارتي مع اللاعبين جلسات نفسيه وفنيه مهمه جدا للمرحله القادمه. يتبقى ان كل لاعب يستغل الفرصه في التوقيت الحالي لاثبات وجوده والاستمرار مع النادي الاهلي. برضه في نفس الاطار في بعض المصابين موجودين مع الفريق في المعسكر تحت اشراف خالد محمود، دكتور خالد محمود طبيب الفريق. مارتن لاسارتي اجتمع مع الدكتور للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعيه، لكن في مصابين مش موجودين مع الفريق في المعسكر في اسبانيا زي شريف اكرامي وزي سعد سمير وكريم نيدفيد. الجهاز الفني حاول قدر الامكان مارتن لاسارتي يعرف من دكتور خالد موقف الثلاثي امتى يكونوا جاهزين للتدريبات البدنيه والنزول للمران الجماعي مع الفريق بعد العوده من اسبانيا، بالاضافه الى الاطمئنان على حاله محمود وحيد الظهير الايسر المتواجد في معسكر اسبانيا ومحمد عبد المنعم المدافع الشاب اللي اشتكى كده من الام في منشا العضله الخلفيه. بعد مباراة الودية الأمس بالتأكيد الجهاز الفني بدأ بقى يفكر في تخفيف الحمل البدني استعدادا للمباراة الثانية إن شاء الله يوم الخميس، والنهاردة الثلاث وبكرة الأربع يكون في حمل بدني خفيف قبل المباراة الودية يوم الخميس. الأمور دي بيتم التنسيق فيها مع أليخاندرو مخطط الأحمال اللي اكتفى بالمران النهاردة على فترة واحدة صباحية. المعسكر إن شاء الله مستمر حتى يوم الاثنين القادم بعد أداء مباراتين متباخيتين في المعسكر، والمباراة القادمة إن شاء الله يوم الخميس مع فريق نيوبورت كاونتي. إن شاء الله هذا الفريق هيكون مواجه للنادي الأهلي في مباراة ودية يوم الخميس، والفريق ده بيلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي. المباراة ستقام على ملعب بيناتارا أرينا في مدينة سان بيدرو في أسبانيا، وبيبعد عن فندق إقامة النادي الأهلي في أسبانيا حوالي 30 دقيقة.
حسين الشحات كان ليه تصريحات مهمة جدا قالها بالأمس عبر شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي. عنوان التصريح مهم لأن قال لن نفرط في الدوري وطموحاتي مع الأهلي بلا حدود خلال الفترة القادمة. حسين اتكلم على المعسكر سواء من ناحية الإقامة وملاعب التدريب وتوفر أدوات التدريب خلال الفترة الحالية، وقال إن توقيت المعسكر مناسب جدا لكل اللاعبين استعدادا لحسم بطولة الدوري خلال نهاية هذا الشهر. وقال حسين إن تأجيل مباراة المقاولين والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم وحصول الفريق على راحة لعدة أيام كان بيتطلب ده ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا للمرحلة القادمة. قال حسين كمان إن المردود البدني والفني للمعسكر بيظهر تدريجيا وبينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر، بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيف للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية اللي بدأت في معسكر الفريق أو بداية فترة الإعداد في القاهرة على ملعب مختار التتش بي الجزيرة. حسين الشحات قال إن مباراة سمارت سوكر كانت تجربة مفيدة حتى وإن كان البعض يرى إنها من المباريات السهلة، لكن الجهاز الفني كان ليه رؤية وجهة نظر في هذه المباراة، وقال إن هو سعيد بتسجيله الأول هدف في هذه المباراة وبيتمنى إن التوفيق يحلفه في الموسم القادم وفي المرحلة القادمة والمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام. أضاف حسين الشحات إن جميع لاعبي الفريق عندهم إصرار كبير جدا للفوز بالدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وأمامنا لقطات حصرية وجزء هايلايتس من مباراة الأمس اللي فاز بها النادي الأهلي على فريق سمارت سوكر بتسعة أهداف مقابل لا شيء، وأولى الأهداف كانت لحسين الشحات. مباراة الزمالك والمقاولين حسين قال إنها مباراة مهمة جدا تمثل أهمية كبيرة لأنها تأتي بعد فترة توقف والجمهور متشوق إن هو يشوف فريق النادي الأهلي في المرحلة القادمة، وهتكون مباراة حاسمة وحساسة لأن هي بتختم الدوري العام. ده هدف آخر شفناه لوليد أزارو في مباراة الأمس، فرصة كل العناصر ترجع سواء نفسيا أو بدنيا وفنيا تستعيد فورمة المباريات والتدريبات خلال المرحلة القادمة لنهاية الموسم وحسم مسابقة الدوري إن شاء الله. صالح جمعة كان متواجد في التشكيلة الأساسية، كل العناصر امبارح شاركت والحمد لله اطمنا على عناصر كتيرة جدا، حساسية المباريات، فورمة المباريات، الكل كان مبسوط بعودة لاعبي النادي الأهلي لهذا المستوى وبداية إن شاء الله وانطلاقة خلال المرحلة القادمة. خبر آخر لكن متعلق بقى بقطاع النشاط الرياضي وألعاب السباحة، رباعي كرة الماء بالأهلي بيشارك في دورة تدريبية في صربيا. سافر الكابتن وليد عزت ووليد وصفي وكريم منير وممدوح منير مدربي كرة الماء في النادي الأهلي إلى صربيا للمشاركة في دورة تدريبية تستمر لمدة أسبوعين في إطار خطة مجلس الإدارة لتطوير اللعبة من خلال الاحتكاك بأفضل المدارس في لعبة كرة الماء من خلال معايشة المدربين أو التواجد في معسكرات خارجية تحديدا في الدول المتألقة أو الدول ذات التصنيف الأعلى في لعبة كرة الماء. الفترة الأخيرة كان في استضافة لمعسكر فريق بارتيزيان الصربي وكان الفريق بيقيم معسكره داخل النادي الأهلي وأدى عدد من المباريات الودية في حمام السباحة بالنادي الأهلي في مقره الرئيسي بالجزيرة، وده تفعيل للبروتوكول التعاون ما بيننا وما بين النادي الصربي خلال الفترة القادمة. نرجع بقى للخبر الأهم وللنهاردة الكل اللي بيتكلم عليه وهو محور الأحاديث في الساعات الحالية. النهاردة لجنة المسابقات باتحاد الكرة كلنا عارفين خلاص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني بوريدة أصبحوا على الورق وطبقا للإعلان الرسمي تقدموا باستقالة رسمية وخلاص كل المجلس خارج اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة، وبالتالي طبقا للائحة النظام الأساسي بيدير الاتحاد من الناحية الإدارية، وتحت كلمة إدارية نحط مليون خط، الكابتن أو الأستاذ ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة. في لجان بتشتغل جوه الاتحاد بتستمر كما هي سواء اللجنة القانونية، لجنة شؤون اللاعبين، لجنة المسابقات، لجنة الحكام. النهارده حصل تعديل في المباريات اللي كان اتحاد الكرة عدلها بعد البيان الأخير اللي صدر من اتحاد الكرة يوم 6/6 في مسألة حسم الدوري أو نهاية الدوري قبل كأس الأمم ولا بعد كأس الأمم، ولما قال إن الدوري هيتلعب بعد كأس الأمم حدد خريطة الطريق والمباريات تبدأ من إمتى وتنتهي إمتى، وقال إن أولى المباريات هتكون يوم 24/7 وتختتم يوم 30/7 بمباراة الأهلي والزمالك. وقلنا ساعتها كلنا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، في قيد افريقيا يخلص 31/7 فكده المواعيد مش هتبقى مناسبه، فقال لك لا هيكون في استثناء في مواعيد القيد. النهارده اتحاد الكوره عبر موقعه الرسمي قال ايه؟ قال لجنه المسابقات قررت تقديم المباريات الاربعه لمده 48 ساعه لكل مواجهه، وذلك سعيا لانهاء المسابقه يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو. ده بسبب ارتباطات مواعيد القيد ومنح الفرصة للأندية للقيد الإفريقي خلال الفترة القادمة.
نشر الاتحاد عبر صفحته الرسميه مواعيد المباريات، قال ان مباراه الجونه والزمالك بقت يوم 21 يوليو بعد نهائي افريقيا كاس الامم ب 48 ساعه بدلا من 23 يوليو. مواجهتي الزمالك والاسماعيلي والمقاولون والعرب والاهلي يوم 24/7 بدلا من 26/7. طيب مباراه القمه الاهلي والزمالك يوم 28/7 على ملعب برج العرب بالاسكندريه بدلا من يوم 30/7. ليه قدمت المواعيد؟ ليه غيرت في المواعيد؟ اتقال النهارده على الصفحه الرسميه بسبب مواعيد القيد الافريقي. وفي الكواليس اصل المنتخب خرج مبكرا، فبالتالي مفيش وقت ان احنا نستنى بعد نهائي افريقيا حوالي 5-6 ايام، لا نهائي افريقيا يوم 19 ونلعب يوم 21/7. عموما هذه التفصيله وهذا الخبر في تفاصيل وفيها كلام مهم جدا هتكلم فيه مع ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد صادق في الفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، لكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي وفي ضيافته كابتننا الكابتن ربيع ياسين والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله وعندنا مجموعه من التصريحات والاخبار الخاصه بالمسابقات المحليه وايضا بنهائيات كاس الامم الافريقيه في مصر 2019. رسميا المسابقات بتعلن المواعيد الجديده والمحدده بشكل نهائي لمؤجلات الدوري المصري، بتعلن هذا الامر لجنه المسابقات التابعه للاتحاد المصري لكره القدم عن المواعيد الجديده للمباريات الاربعه المتبقيه في عمر الدوري الممتاز. وتم تاكيد هذه المواعيد او اعلانها كالتالي، ان هذه المواعيد لانهاء المسابقه يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو. تم الاتفاق على هذه المواعيد ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا من 23 من نفس الشهر، بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو. وتختتم مباريات الدوري المصري الممتاز بمباراة القمة والمواجهة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو على ملعب برج العرب أو في استاد برج العرب في الإسكندرية بعد أن كان مقرر لها يوم 30 من نفس الشهر. يعني واضح أن الرؤية الحالية لأن المباريات يتم ضغط المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هي قليلة جدا ومن السهل تعديل المواعيد بالشكل اللي يخلينا ننتهي بأسرع أو في أقل مدى زمني ممكن من هذه المباريات عشان ندي فرصة للاستعداد للموسم الجديد والانطلاقة الموسم الجديد والترتيبات الخاصة أيضا بالقيد الأفريقي وكل ما يتعلق باللوائح الأفريقية الخاصة بتحديد أبطال الدوري وأبطال الكأس في مصر والبطولات اللي على أساسها بيتحدد أبطال المسابقات المحلية المصرية اللي هيمثلوا مصر إن شاء الله في المسابقات القارية سواء دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم أو الكونفدرالية الأفريقية. هناك تصريحات كثيرة جدا. المدير الفني جانو ترور المدير الفني لمنتخب نيجيريا بيقول فريق جنوب أفريقيا مرشح للقب بعد إقصائه لمصر. طبعا رغم كل العوامل الفنية اللي اتكلمنا ان كان فيها خلل والمشكلات الخاصة بالانضباط او تنظيم الامور الادارية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، يعني اي خلل في المنظومة تسبب في هذا الخروج غير المقبول وبشكل طبعا غير مرضي فنيا لمنتخبنا الوطني من دور 16 امام جنوب افريقيا، الا انه لو نظرنا بعين الاتحاد الجنوب افريقي والمواطنين ومشجعي المنتخب الجنوب افريقي يشوفوا الامور ان فريقهم اقصى فريق له تاريخ كبير جدا، هو صاحب اعلى رصيد من الالقاب والبطولات الافريقيه بين كل منتخبات القاره السمراء، فضلا عن عامل الارض والجمهور والحسابات الخاصه بقوه منتخب مصر طبعا قبل الظهور بشكل غير مقنع ولا يليق بتاريخ الكره المصريه، ولكن كانت الحسابات قبل البطوله الكل كان بيقول ان مواجهته مع منتخب مصر هتبقى مواجهه بالغه الصعوبه او كان يتوقع اي منتخب هيواجه مصر في الادوار الاقصائيه او ادوار النوك اوت والخروج للمهزوم من مشوار سباق البطوله هيبقى بالنسبه له دي مباراة من أصعب وطبعا أقوى المباريات لحسابات عامل الأرض والجمهور والحضور الجماهيري في استاد القاهرة إلى آخر هذه الأمور، وبالتالي جنوب أفريقيا طبعا طموحات وسقف طموحات هذا المنتخب هترتفع جدا وهتبقى كمان بتهدد طموحات أي فريق هينافسه في مشوار البطولة. الجولة القادمة في دور الثمانية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا بيتكلم عنها المدير الفني للمنتخب النيجيري وبيقول أنها تبقى صعبة جدا، لأنه حسب تصريحاته الكلام ما زال على لسان المدير الفني لجنوب لمنتخب نيجيريا بيقول بعد خروج منتخب مصر على يد منتخب جنوب أفريقيا من البطولة أصبحت طموحات منتخب جنوب أفريقيا كبيرة جدا وبلا حدود، وبالتالي هيبقى إقصاؤه من البطولة في غاية الصعوبة بعد أن أقصى هذا المنتخب منتخب مصر.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم: قدمنا مباراة كبيرة جدا أمام الكاميرون، ونتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة غدا. طبعا بإجماع الآراء أنها كانت من أفضل المباريات وأمتعها فنيا، وطبعا اللي فيها عدد وافر من الأهداف، 5 أهداف، 3-2 لصالح نيجيريا على حساب الكاميرون. ودايما الناس بتقول أن أفضل أو أجمل مباريات في البطولة اللي بيبقى فيها ندية وتقارب في مستوى الفريقين، وده اللي شفناه في الملعب، لأنه نيجيريا والكاميرون من الفرق اللي عندها ظروف متشابهة، عندها عدد كبير من المحترفين في أوروبا، عندها تاريخ، عندها رصيد بطولات، كل الأمور اللي بتقول أنه نيجيريا والكاميرون كانت الكفتين متساويتين أو متقاربتين قبل البطولة. وشفنا السباق والقوة البدنية في الملعب والسرعات والاحتكاكات في الملعب والكرات المشتركة والروح القتالية اللي شفناها من الفريقين، فضلا عن ال5 أهداف اللي تم إحرازهم في هذا اللقاء. بالتأكيد هي كانت مباراة ممتعة وفيها كل عناصر المتعة في عالم كرة القدم. وأيضا أضاف عن المميزات الخاصة بهذا الأمر: لأول مرة كل اللاعبين جاهزين منذ بداية البطولة، ولا نعاني من أي إصابة وإرهاق، والكل جاهز لمباراة الغد. بيتكلم عن أنه منتخب نيجيريا جاهز تماما لمباراته القادمة في دور الثمانية أمام المنتخب الجنوب أفريقي. وعلى الجانب الآخر، منتخب مدرب أو المدير الفني الجنوب أفريقيا ستيوارت باكستر بيقول: كيف أخشى مهاجمي نيجيريا بعد إيقافي لصلاح وتريزيجيه؟ ايضا دي من العوامل اللي كانت متوقع انها لاي فريق يقدر يتفوق على منتخب مصر في البطوله، انها هتديله ثقه مزدوجه او كمان بلا حدود، لانه تفوق على فريق عنده اشهر نجم من نجوم البطوله والاعلى على مستوى القيمه السوقيه، نجمنا محمد صلاح. وايضا تريزيجيه بانطلاقاته وقدراته طبعا قبل خروج منتخب مصر والشكل اللي ظهر بيه من اول مباراه، وكان الكل بيقول انه كان نجم نجوم هذه المباراه، مباراه الافتتاح امام زيمبابوي، هو محمود حسن تريزيجيه. وبالتالي هذه العناصر المميزه اللي كانت بتعد من الاسلحه اللي بيتمتع بها منتخب مصر قبل اقصائه او خروجه من البطوله، هتضيف او هتضاعف ثقه المنافس اللي قدر يبعدنا عن السباق ويتسبب في خروجنا من البطولة، ألا وهو منتخب جنوب أفريقيا. بيعمل مقارنة سريعة ستيوارت باكستر، بيقول أنه بعد إيقاف خطورة النجمين صلاح وتريزيجيه في منتخب مصر وتفوق منتخب بلاده جنوب أفريقيا على منتخبنا، أنه بالمنطق وبالقياس على هذا الأمر مطمئن بدرجة كبيرة، وبيقول أنه قادر على إيقاف خطورة مهاجمي ونجوم المنتخب النيجيري، وأنه لا يخشى منتخب نيجيريا. عندنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها النهاردة، عن البطولة الأفريقية، عن منتخبنا، عن مستقبل اتحاد الكورة. نتوقف قليلا مع فاصل قصير ومع تقرير عن واحد من كبار النجوم في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، ونبدأ بعد قليل وبعد متابعة هذا التقرير عن النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين، ونستقبل ضيفنا في استوديو الأهلي الليلة الكابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين واحد من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ القلعة الحمراء على مر العصور. هو واحد من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في الكرة المصرية، وليس النادي الأهلي فقط. عكسية وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين. ولد ربيع ياسين في 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن في صعيد مصر بمحافظة بني سويف. بدأ ممارسة الكرة في مركز شباب الفشن، لعبت الصدفة دورا كبيرا في ارتدائه الفانلة الحمراء، ليكون أول لاعب في تاريخ النادي ينتقل من مركز شباب مباشرة للقلعة الحمراء. البداية من مباراة ودية لمنتخب بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة أمام النادي الأهلي على ملعب استاد بني سويف، ليتألق الفتى الأسمر الصغير ليصول ويقول. عقب المباراة أصر مسؤول الأهلي على ضمه ليبدأ تسطير تاريخ من الإنجازات والألقاب، سواء مع القلعة الحمراء أو منتخب مصر. ربيع ياسين واحد من فرسان الجيل الذهبي للقلعة الحمراء، لعب مع الفريق نحو 300 مباراة رسمية، حصل خلالها على 7 بطولات للدوري الممتاز و5 ألقاب في كأس مصر ومثلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما حصل على لقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات. أما مع منتخب مصر فشارك ربيع ياسين في 118 مباراة دولية، كان أحد أفراد كتيبة الفراعنة في كأس العالم عام 1990 بإيطاليا تحت قيادة الجنرال محمود الجهري. لعب المباريات 3 في البطولة أمام إنجلترا وهولندا وجمهورية أيرلندا،
كما شارك في أولمبياد عام 1984 بلوس أنجلوس وكأس الأمم الإفريقية عام 1986 التي توج منتخب مصر بلقبها. بعدها حصد أيضا الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 1987 بعد رحلة زاخرة بالألقاب. قرر ربيع ياسين الاعتزال في سن 31، اتجه للعمل في التدريب. قاد منتخب مصر للشباب للحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2013 تحت 21 سنة بالجزائر، وهو حاليا المدير الفني لمنتخب الشباب. كابتن ربيع ياسين مساء الخير واهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. اهلا بك يا استاذ محمد، بحضرتك سعيد جدا مع حضرتك وسعيد جدا في قناه النادي الاهلي. كابتن ربيع، بدايه لو طلب منك بخبراتك الكبيره في عالم كره القدم ان تلقي محاضره فنيه عن الاخطاء اللي وقعنا فيها في كاس الامم الافريقيه والاسباب الفنيه اللي احنا عايزين نتفاداها في الفتره الجايه واللي ادت لخروج منتخبنا بالشكل ده من البطوله، تقول ايه؟ هو حضرتك الاخطاء الفنيه ممكن نتكلم فيها كتير جدا لانها كتير 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 يعني، واحنا عايزين نسمع كل الحاجات اللي حضرتك شايف انها لابد من التركيز عليها انها ما تتكررش في الفتره الجايه. اولا انا حضرتك بطوله كبيره زي ده لازم احدد بتبقى ليه عنوان، احدد بيه اهدافي اللي انا عاوزها، عنوان للبطوله يعني محتاجه قدرات خاصه حضرتك، محتاجه لعيب معين، محتاجه بديل يبقى كوف، كلها امور فنيه بشكل كبير جدا، محتاج خبرات. ده طبيعي جدا النقاط اللي انا هبني عليها كل شغلي ان هواجه منتخبات، انا عاوز بطوله كبيره جدا، النفس طويل، ممكن حضرتك يبقى بدا ب 11 وعندي الدكه بره، لازم يبقى عندي البديل اللي غير لي الفارق، عندي قاري المنافسين كويس قوي، محضر فرقتي. الاسلحه رقم واحد انا اعتقد من وجهه نظري هو القدرات الفنيه اللي اقدر اشتغل بيها كويس، اللاعب هو اللي بيصنع، اللاعب الجيد هو اللي بيصنع النتائج الجيده، اللاعب الجيد هو اللي بيصنع البطولات في المنظومه، بفضل الله رقم واحد هو اللاعب. فالاختيارات رقم واحد، الاختيارات لازم اشتغل بيها كويس على مستوى الاختيارات. انا اعتقد ان في ناس كتير جدا وفي اجماع ان الاختيارات مش هي دي الاكفأ في مصر، مش دول 23 اكفأ لعيب يعني، مش هم دول احسن 23 لعيب في مصر. اللي اقصده ان في حاجات كتيره جدا غير سير المباراه في التشكيل، طبعا بدايه التشكيل التوظيف حاجات كتيره جدا. لا انا عايز اقف شويه مع النقطه دي عشان ما تفوتناش حاجه من اللي عايز تركز عليها واهم النقاط يا كابتن ربيع. حضرتك قلت نمره واحد عامل الاختيار وانه يكون طبعاً افضل العناصر. طبعا من كان لابد ان ينضم الى منتخب مصر ومن كان من وجهه نظر حضرتك اكثر احقيه من بعض العناصر اللي كانت موجوده في المنتخب كان اكثر احقيه منها بالتواجد في المنتخب؟ هو في كتير جدا يعني كان لازم موجودين، وفي كتير جدا يعني في مثلا من الزمالك في كهربا وعبد الله جمعه، في السوليه من الاهلي ورمضان صبحي، دول انا يعني باي حال من الاحوال السوليه اللي انا وظفته في المكان ده بشغله بخبراته بحماسه بمهارته بزيادته العدديه كان ممكن اوظفه في المكان ده واخد منه شق هجومي يبقى حل من الحلول اللي بحل بيها في الملعب مثلا. وحياتك رمضان صبحي يبقى بديل موجود، مع ان رمضان مش في المستوى اللي احنا بنعرفه بيه دي حقيقه، لكن يبقى بديل. مروان عنده خبرات برضو، كهربا برضو يبقى بديل عنده كويس، عنده مهارات خاصه جدا طبعًا وقدرات طبعًا خاصه طبعًا تحل مواقف صعبه طبعا يحل. لا اقصده عبد الله هو كباك ليفت اساسي حاجه، انا اعتقد ان دول اقرب ناس، لكن ممكن في حاجات تانية. المدرب كان لازم يقعد، الجهاز لازم يتعب، لازم يلف، لازم يشوف، لازم يختار صح. فانا اعتقد ان دول اقرب الناس، وفي نفس الوقت الاختيار ما يبقاش بالسهوله دي، مش اي لعيب محترف برضو، محترف بره ممكن ينجح معاه، لازم اجيب اللعيب. صراحه مالوش خلاف تريزيجيه، مالوش خلاف في لعيبه محترفه، احنا طول عمرنا بناخد البطولات باللعيب المحلي، باللعيب اللي بيلعب في الدوري المصري، فكان في ناس اجهز. والحقيقه بالمدرب المصري كمان بطولاتنا باستثناء بطوله 86 كل ما حققناه في شكل ظهرنا بيه بشكل جيد في مباريات حققت لنا فيها تعادلات مع فرق كبيره جدا في كاس العالم 90 او بالفوز 98 او 2006 الى 2010 بمدربين مصريين. بص هو المدرب المصري ليه وقت والاجنبي ليه وقت. انا من وجهه نظري وقت المدرب الاجنبي معروف وقته، لان في وقت خلي بالك ما تقدرش تستعين بمصري في اوقات معينه، لان حياتك ممكن المصري يسمع، ممكن المصري يميل، ممكن، لكن هي برضو شخصيه المدرب، ما انت لازم تتعب في اختيار المدرب، لازم تتعب جامد جدا. يعني انا من وجهه نظري ان انا عشان اختار مدرب ما ينفعش شخص ولا اثنين ولا ثلاثه، مجموعه فنيه كبيره جدا على مستوى تقعد تختار المدرب. احنا عندنا ناس مثقفين على اعلى مستوى، عندنا ناس رياضيين اسماء كبيره على اعلى مستوى، عندنا ناس اعلاميين على اعلى مستوى، عندنا رؤساء انديه على اعلى مستوى. المشوره بتجيب الحاجه الصح ومش عيب،
مش عيب ان خلينا نتشاور عشان اوصل لمدرب يقدر يبقى في قناعه من كل المصريين. احنا ما شاء الله بنفهم كويس جدا، وفي نفس الوقت المشوره بتجيب البركات وتقدر تختار، لان يعني المدرب شخصيه، المدرب فنيات، المدرب تشكيل، مدرب توظيف، ومدرب تدوير. احنا كنا محتاجين مدرب كبير جدا يقدر يساعدنا، ممكن ما كناش موفق بس نعرف انه مدرب كبير. فاختيار مدرب مهم جدا جدا جدا. بعد تأكيد حضرتك على أنه لا خلاف على نجومية وقدرات وكفاءة نجوم زي صلاح وتريزيجيه، حضرتك عايز تقول بشكل مباشر أنه بعض المحترفين ما كانوش يستحقوا الانضمام منتخب مصر، بس كل محترف كان على قدر الانضمام. باستثناء حجازي. حجازي طبعا. حجازي ده حجازي. حضرتك بتقول ان مش بالضروره كل محترف يكون افضل لاعب ينضم للمنتخب او على المستوى الفني المطلوب. مش شرط المنتخب. مش شرط. احنا بعض العناصر ما كانتش على المستوى. سنه 86 خدنا البطوله واحنا ما عندناش ولا لعيب محترف. 2006 حضرتك في 98 الاول كان كام لعيب محترف؟ هتلاقي واحد او اثنين. 2006 برضه واحد او اثنين. 8 و10 قليلين، لان احنا الصناعه المصريه، الدوري المصري، النادي الاهلي برضو ونادي الزمالك ناديين كبار جدا، انه بيشتروا نجوم، ان بيصنعوا نجوم، ان بيجهزوا نجوم، ان بيدوا خبرات للنجوم، دي كانت بتنفع المنتخب. دي حقيقه. حضرتك ارجع للبطولات هتلاقي 7-8 في الاهلي جاهزين بيفرقوا جامد جدا. انا بجاملش عشان اهلي، لا انا بتكلم بواقعيه وبفنيات، لان اللاعب النادي الاهلي لما نجومه بيبقوا كبار وعندهم خبرات بيحققوا موجودين وفي الفورمه بتلاقي فورمه منتخب مصر. فدي اعتقد انها فرقت جامد قوي قوي. طيب انا مش عايز حد ينتقد كلام كابتن ربيع او يقول كلام حضرتك بشكل خطا. حضرتك ممكن بعض الناس تقول يعني يا كابتن ربيع هل انت ضد منظومه الاحتراف، ضد زياده عدد المحترفين المصريين؟ عايز نوضح النقطه دي. حضرتك بتقول انا مع الاحتراف في اوروبا وانه بيضيف للاعب، ولكن ليس بالضروره ان اي محترف عندي برا مصر يبقى كويس فنيا. لا هو ده ان انا اختار بشكل دقيق. لا بالعكس، ده احنا نوسعها بس من الصغر يعني من الفرق الصغيره. ويا ريت ان حضرتك النهارده الفرقه القويه دي ما بالمحترفين بس، هو جايب محترفين وعارف انا جايب محترف عشان يشتغل معايا. انا اللي يفرق معايا حضرتك اسمح لي، هو الملعب 11 ضد 11 هو ده كل اللي يقصده، ان انا المواجهات القدرات. انا صلاح ما لهوش خلاف، هل تريزيجي عليه خلاف، هل حجازي عليه خلاف؟ شوف مفيش خلاف يعني، في اجماع ان الثلاثه دول مثلا خلاص دول يستاهلوا يكونوا في المنتخب. لكن في لعيبه مش شرط محترفة في أندية بعيدة جدا وممكن ما ينجحش معانا في أفريقيا، ممكن يبقى محترف شاطر وناجح ما شاء الله في أوروبا بس ما ينجحش. زي ما حضرتك احنا 2010 كسبنا المنتخبات كلها اللي وصلت كأس العالم بمحترفيها، و2008 و2006 خد بالك. فاللي أقصده إن المدرب بيحتاج قدرات خاصة وبيحتاج لعيب خاص، وأفريقيا بتحتاج قدرات خاصة. البطولة زي بطولة قوية جدا، محتاجة النفس، محتاجة الجانب البدني، محتاجة الجانب التدوير المهاري، محتاجة الجوانب الخططية، محتاجة لعيب غير عادي. دي حقيقه اللي انا جربته واللي انا شفته، ان يعني انا يعني لما مرنت فرقه صغيره واحتكيت بيها في افريقيا بتتغير من الصغر. افريقيا من الصغر بتبتدي من الصغر، بتطور من الصغر، بتبني من الصغر. عشان كده حضرتك بتلاقي 10 12 15 واحد محترف جايين اسود، بياكلوا كويس وبيناموا كويس وبيتمرنوا كويس بيجوا النهارده. ايه المعايير اللي اخترت بيها نجوم منتخبنا للشباب اللي فاز بكاس الامم عام 2013 يا كابتن؟ لا لا انا ليا معايير خاصه. انا عاوز لاعب كوره يعرف يعني تركيز، يعني ايه التزام، يعني ايه اصرار، يعني ايه رغبه. دي حاجات جميله جدا. وفي نفس الوقت انا عاوز لعيب في الملعب مطيع، لان انا حضرتك انا بسخر كل شغلي، لان في النهايه مش عاوز اللعيب يخرج بره الجانب الفني. انا عاوز لعيب كوره فاست، لعيب كوره يلعب 90 دقيقه كوره. باك ليفت يبقى باك ليفت، وظيفتك ايه؟ كذا كذا كذا، ليك وظيفه عندي. اللي بيخرج حضرتك عن اي حاجه شكرا، بس لان انا مش عاوز اضيع وقت، وبقول له دايما مش عاوز اضيع وقت في اي حاجه. انا جايب لعيب كوره 90 تلعب نص ساعه، قول لي حاضر. 45 حاضر، 90 دقيقه حاضر، وحصل مع نجوم وحصل احتكاكات كتير انا حاضر. لكن يعني عاوز اقول تاني بقى نركز على النقطه دي، اللي بيخرج عن اي حاجه متفق عليها او موضوعه كرؤيه من الجهاز الفني سواء امور خاصه بالانضباط او السلوكيات والاخلاقيات او تكليفات فنيه. هو حضرتك انا من وجهه نظري التربيه في الصغر مهمه جدا. فانا في حاجات كتيره جدا حصلت. يا مره مثلا لعيب قاعد على الدكه بره فكليته زعل، انا حرمته سنه وجبته واحد السنه. قال لي يا كابتن ليه؟ قلت له لا ما ينفعش معايا، عشان انا برضو اقاومك، وفي نفس الوقت انا مش عاوز حد من الدكه، انا عاوز كل الناس تمشي في سياستي، وفي نفس انا بدور على المصلحه. انا المدرب وانا اللي اقول وانا اللي شايف. في حاجات كتيره بينه الشوطين بس بغير نجم كبير يقول لي انا يا كابتن، اقول له اه في حاجه ولا ايه؟ اه انا شايف، انا المدرب، انا مدير الفني، انا المسؤول. حاضر يا كابتن. فاللي اقصده الشخصيه مهمه جدا. زائد اما اجيب لعيب كوره اسمح محمد، انا مش فاضي عشان اقعد بقى اعمل مصلح اجتماعي وارضي ده وصالح ده واتكلم مع ده. فالسياسه بتبقى واضحه، مش عايز مشاكل، عايز اركز. السياسه بتبقى واضحه فضحتك، ان احنا عاوزين نكسب، ان احنا بالمواجهات، ان ما اضيعش وقت، ان انا ما اغير لعيب دي تاثر. لما تقعد معايا انا اللي شايف، وانا اخوكم الكبير، وفي نفس الوقت على مصلحه الوطن ومصلحه الفريق ومصلحه النقاط. فبقعد اتفاهم. الوقت عامل التفاهم بيحتاج وقت.
الفنيات بتحتاج الشخصيه المهم الشخصيه. صحيح ان الكلام ده معدي يا كابتن ربيع، بيقول المدير الفني اللي مش شخصيته مش قويه ومش مسيطر بشكل كافي على الفريق، وان اللاعب لاعب والمدرب مدرب، لو سكت على حاله واثنين بيعدوا الباقي، بيبدا بقى يبقى كل الفرقه مشاكل. ده صحيح. انا بقول لحياتك انا بصيت كده لقيته زعلان سنه وجبته ولعب وكان اساسي ومشي بامتياز. غيرك كتير جدا، انا كان منتخبي معاه في نجوم نجوم في نفس الوقت برضو. اللي اقصده انا بحب ان يعني انت شخصيه المدير الفني بتبقى في حاجتين مهمين جدا يا استاذ محمد، العدل ثم القوه، يعني يبقى عادل جدا وقوي جدا خلاص شكرا، هيعدل محدش هيحس بالظلم وفي نفس الوقت قوي خلاص، هو ده شخصيه المدير الفني. فانا بدون ذكر اسماء او التطرق لامور او حالات شخصيه احنا بعيدين عن ده، لكن لو حضرتك كنت مكان اجاري وكنت المدير الفني لمنتخب مصر وحصل حاله استوجبت استبعاد اسم من الاسماء الموجوده في المنتخب ولقيت ان لاعب نجم واثنين وثلاثه ثم تجمع كامل لكل نجوم المنتخب وموقفهم بيقولوا للاتحاد وللجهاز الفني احنا عاوزين نرجع زميلنا فلان الفلاني كمثال، بس كنت هتصرف معاه ازاي؟ لا هو برضو يعني انا في شخصيه ربيع ياسين انا ما عنديش هزار ولا راجع في قراري. بعد انا في المانيا كنا عاملين معسكر كاس عالم وانا لاعب، يعني انا بقول لك على الشخصيه، اصل مهمه شخصيه المدرب مهمه جدا. انت بتفصل مدرب ولا بتجيب مدرب ولا بتعين؟ لا انا مدربه ده هو ده اللي ينفع مع الكره مع اللاعب المصري، قوته مهم جدا زي ما قلت لك في عدله ثم فنياته وفي نفس الوقت العمل بيعمل خلاص الناس هتحترمه وتقدره. انا كنت في المانيا حضرتك لما وصلنا كاس عالم سنه 90 حضرتك، وحصل مشكله كبيره جدا ما بين لاعب وبين الكابتن محمود الجوهري، وانا لاعب وانا كنت كابتن منتخب مصر، فقلت له يا كابتن كان في غلط جامد جدا، فانا قلت له يا كابتن معلش انا بصفتي كابتن لازم يبقى في عقاب شديد، هو الترحيل لمصر مع ان انا لا املك السلطان. بص انا كابتن منتخب مصر والمدير الفني والمسؤول، لكن مشورتك على المدير الفني كده ان يبقى في وقفه وعقاب شديد. هو ما وافقش قال هيعتذر، قلت له انا هنزل، انا نزلت من المانيا ونزل معايا اثنين كبار شوبير وطارق وزيد، يعني شوف انا عاوز، فقصدي لما امسك منتخب والاقي فعل غلط على طول اي غلط بشوفه شكرا، حتى لو ايه مع احترامي الشديد في نجوم انا مشيتها مصر كلها كلمتني قلت لهم لا يمكن، لان انا بتحمل مسؤوليه وانا وبعدين كانت النتائج كمان. ايه الاسباب يا كابتن ربيع على سبيل المثال مش مهم؟ لا اللي يخرج عن النظام، انا نظامي حضرتك انا بطلع بحط برنامجي اللي انا في ثلاث اوقات غدا، اوقات فطار وغدا وعشاء، في نوم صحيان الساعه كذا، في نوم الساعه كذا، النوم ده بالنسبه لي اما اقول نوم 10:30 يبقى 10:30 خلاص، لو لقيت حد 10:30 و5 ممكن امشيه من المعسكر، لان انا بقول ليه؟ عشان مش عاوز اضيعه، في نفس الوقت اقول له تعالى وبتفق معاهم تعالوا عايزين نتفق عشان نحقق نتائج، عشان نسعد الناس، عشان تبقى نجم، بقفل عليك عشان وعشان وعشان، افضل اقول له الاسباب متفقين. حتى الموبايلات انا الموبايل مش هاخده معاك، انت شيله في الدرج واقفله بنفسك ليه؟ ما انا ممكن انا اخده. التلفزيون قصدي بشرح له قصه انك تبقى نجم وقصه انك انك ليه حاطط له الضوابط دي كلها، حضرتك بتشرح للاعب عشان يبقى هو نفسه مقتنع ان ده لصالح اللاعب نفسه والفريق. فالقصود يا استاذ محمد انا بشرح له احنا 10 ايام بس موجودين، ال 10 ايام فيهم كام ساعه؟ فبحسب له عدد ساعات النوم، عدد ساعات الاكل، عدد ساعات التمرين، عدد ساعات الضحك، بقول له لا 10 ايام هناخدهم على خير ان شاء الله تعالى، وبعد كده تخرج تنطلق وتبقى، لكن احنا لازم نشتغل، لازم عشان يبقى نجم كبير، عشان النهارده تبقى مسعر، عشان تخرج بره، فبشرح له قصه انك تبقى بطل، انك لعيب سوبر، فبيقتنع عشان كده ما بيخرج وبعدين بالراحه معاك، يعني بالي طويل جدا وافضل اشرح له واقول له عشان انا ما عنديش هزار، ما تعطلونيش، انا جاي المعسكر عشان الاقي شغل، انا في اوضتي بشتغل وبجهز وانت بتشتغل معايا، ومن الملعب للغدا للفطار للعشاء للنوم للمحاضرات، مش عاوز كده، حتى ما تركب الاسانسير بعد اذنك لو سمحت، ما تجيليش شكوى من الفندق عشان انا مش عاوز اضيع وقت. ال10 ايام اللي احنا عندهم او الاسبوع او الثلاث ايام او الخمس ايام يا جماعه نشتغل فيه، احنا جايين نشتغل، ده اللي اقصده. هي صناعه النجم بتيجي من الشغل الكتير، هي البطولات بتحقق، انا انتمي لمدرسه، مدرسه فيها حاجات كتيره جدا اعتقد، والحمد لله كله بفضل الله. يعني ايه الحاجات اللي استفدت بيها كمدير فني في نمط حياتك كلها وفي عملك وخبراتك الحاليه كابتن ربيع من المدربين اللي تولوا تدريبك؟ حاجه اللي انت شفت انها رساله لازم تكملها مع شغلك كمدير فني؟ هو طبعا على الجانب الفني مفيش كلام، ان في مدربين كتيرة جدا اتمرنت معاه على راسهم طبعا العبقري كابتن الجوهري وفايتس الالماني ده حاجه انا جميله جدا وحاجه على اعلى مستوى، دول اكتر اتنين اتاثرت بيهم كويس قوي. وبالنسبه في اضافات بقى، اضافه قويه جدا انا خدتها من شخص انا بحبه واحترمه واقدره، وكنت اللي محدش يعرف ان انا بروح له اقعد معاه، كان مش رئيس نادي بس، كان رئيس نادي وكان اب وكان اخ وكان صديق وكان انسان، يعني كنت تتشرف انك تقعد معاه وتاخد منه، لانه قضيته كلها كانت المبادئ، القيم، الاحترام، الادب، التعاون، القلب الابيض، الزهد بعيد عن اي حاجه. كابتن صالح سليم
لان لما ياخد قرار، خد بالك قرار في لعب سنه صغير عشان ناس خرجت ومش عاوز كاس مصر، ما حدش يقدر يلغي الواحد بس في مصر هو صالح سليم. فدي خلي بالك عملت لي اضافه، خد بالك وتعلمت منها وانا لاعب تجارب، علمت منها الحزم انه مفهوم في بعض فيش كلام، وفي نفس مرت عليا موقف وانا لاعب فطبيعي جدا بقيت اشوف لا فيش حد اكبر من نادي او اكبر منتخب، واعمل اللي عليك واعمل الصح بدل ما بتظلمش وبتبقى عادل جدا وبتشتغل وبتدي الناس حقها خلاص وقوي مش مشكله. عشان كده ما كناش نفتكر او نسمع عن مواقف لكابتن ربيع فيها تجاوز لدوره كلاعب او كنجم، لا مع اجهزه فنيه ولا مع اداره نادي في التفاوض ولا العقود، دايما محترف وبتتعامل مع ده. حتى لو لم تخرج للاحتراف الاوروبي او رفضت العروض اللي جات لك، ما كنتش منسجم مع فكره الحياه في اوروبا وجالك اكتر من عرض متميز، لكن كنت بنمط وسمت اللاعب المحترف داخل مصر. طيب هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها تاني، بعد عنصر حسن الاختيار او كفاءات اللاعبين اللي لابد يكونوا افضل عناصر في مصر عشان يستحقوا انهم يكونوا في المنتخب، على مستوى الاجهزه الفنيه حضرتك شفت ايه بعد كوبر وتجربه كوبر غير المقنعه والشكل الهزيل اللي ظهرنا عليه في كاس العالم؟ شفت ازاي تصريحات اتحاد الكره في الوقت ده انه قال الفتره الجايه المدير الفني اجنبي، ثم ابتلينا جميعا باختيار اجيري والتعاقد معاه. ايه الحكايه وايه لوغاريتم الاجانب اللي بنشوفهم اللي هم اقل من كفاءات مصريه كتير؟ هو انا يعني انا زي ما قلت حياتك ان المدرب الوطني له وقت والمدرب الاجنبي، وانا اميل دايما للاجنبي الكبير اللي بيجي باسمه اللي يجي بشخصيته اللي يجي بفنياته. طبيعي جدا ان احنا بنختار مدير فني يمشي مع العقول المصريه، اللاعب المصري محتاج عقليه معينه عشان يقدر يشتغل معاه مع شغلنا احنا. احنا عاوزين يعني الكره المصريه دايما يعني كره بتعتمد على حاجات كثيره جدا مهاريه، تتطور في الجانب المهاري. المصريين كلهم مهاريين ما شاء الله، على الابداع على التالق على الاسعاد على الانبهار على الكره الجميله، على انك تنقل على انك تمرر على انك تتحرك على انك تروح تسجل على انك تعمل غمزات، دي الكره المصريه. فالطبيعي جدا انا بدور على مدرب ان يمشي. احنا كوبر هو كان واضح وصريح بعد التعاقد ان انا دفاعي هجومي انا بدافع وده ببني عليه كل شغلي، وده اللي بختار عليه اللعيبه واللي انا شايفه في اللعيبه في القدرات. انا اعتقد ان القدرات استاذ محمد، القدرات اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره مع كوبر ومستر اجيري دي فرقت كتير جدا في الشغل الفني للمدير الفني. دي انا من وجهه نظري قللت الفرص اللي ممكن ان هم يبدعوا فيها. طبعا لكن لما مثلا حضرتك الكابتن حسن الشحاته كان معاه بص مين بقى، كل اسم لوحده فريق تيم، فدي فرقه جامد جدا. ممكن انا بقى اعمل كره هجوميه شامله جميله مفتوحه ما اخافش، يعني ممكن يدخل فيها اجيب زي البرازيل، يدخل فيها اجيب طول ما انا معايا ابو تريكه، طول ما انا معايا متعب، طول ما انا زيدان، طول ما انا عمرو زكي، حسني عبد ربه، حسني عبد ربه، حسن مجموعه كبيره. شوف اسماء، خد بالك ما خافش، معايا عصام الحضري في حراسه المرمى، معايا وائل جمعه، خد بالك معايا مسيد معوض، معايا احمد فتحي، انا العب يعني كره على جميل. اقل تقدير 50% من النجاح بيبدا بالاختيار السليم لعناصر حقيقي عندها مهارات وقدرات. اللاعب الكويس هو اللي بيصنع النتائج الكويسه وبيصنع المدرب. طب هل حضرتك شفت في اجيري، حضرتك قلت انا مع التعاقد مع مدارس متطوره في الكوره وخبرات اجنبيه تنقل ده للاجهزه المصريه، هل شفت القدرات دي في اجيري؟ انا شفته قبل البطوله في الاول وشفت منه حاجات كويسه، شفته في الاختيارات بيدي فرصه للجميع، بيجيب وجوه جديده، عاوز يبني ويعمل تيم مش بس امم افريقيا ولكاس العالم، وشفت قلت لا ده كويس وجاي يعمل حاجه كويسه. لكن شفته في البطوله فنيا ضعيف جدا جدا في حاجات كتيره جدا. ايه الحاجات الاساسيه اللي حضرتك شفت منها او حللت منها فكره انه اجيري مدير فني ضعيف فنيا؟ رقم واحد مفيش كلام، واحنا نغمض الاختيار كان الاختيار كله، بس ما كناش بنتكلم في البطوله، كنا بنقول لا ان شاء الله كويس ندعم منتخبنا، مفيش كلام وده مهم جدا. الاختيارات كانت قليله جدا وضعيفه جدا وضيقه، ما ينفعش حضرتك احنا لو كان تريزيجيه وقع بديله مش موجود فبانت زائد اضافته يعني ادارته للمباراه نفسها، ادارته للمباراه انا قلت حياتك الكوتش بيبان في حاجات كده، فين الداخليه، فين التغييرات الداخليه حياتك، فين ان انا يعني ازاي اعمل جوه الملعب تكليفات تغير شكل الفريق، كده حاجات كتيره جدا يعني نمطي في مركز بمركز مركز بمركز مركز بمركز، وفي نفس الوقت قراءته للمنافس حضرتك وتحضيره للاعبين. يعني انا الهدف اللي دخل فيا في جنوب افريقيا حضرتك يعني لو الهدف شفناه مره واثنين وثلاثه واربعه هتلاقيه ساذج جدا باخطاء مش ممكن، نجوم كبار ده انا نفسي اتعفرت ازاي، يعني لعيب في ظهر لعيب وبعدين يرجعها تاني ياخد دبل باص وبعدين يسيبه ويروح وبعدين لعيب يتحرك بنص الملعب على راس حربه من غير ما يتراقب خالص، وازاي نهاجم بكل الناس دي، فين التوازن، فين خلاص فنت حاجات كثيره جدا. انا اعتقد حتى الهجوم ما يبقاش حتى لو انا خرجت بنتيجه كان لازم يقف وينظم اموره
انت توقف انت تنظم في جوانب، في شخصيه دفاعيه بالنسبه لي على المستوى الفردي والجماعي، في شخصيه هجوميه بالنسبه لي انا على المستوى الفردي والجماعي، انا امتى بهاجم امتى بنهي، على الاقل على الاقل انا لو هاجمت بسبعه في ثلاثه واقفين للمرتدات، ثلاثه اثنين مساكين وباك عكسي او ديفندر طارق حامد، ده المثلث ده واقف طول الوقت طول الوقت دفاعيا طول الوقت، وباك عكسي ادي اربعه، ازاي اتضرب بكره زي دي؟ طبعا حاجات كتير زي بعض الناس قالت حاجه فنيه مش عارف حضرتك برضو تعلق عليها وتقول لنا الكلام ده صح ولا غلط، انه حتى في المفاجآت اللي فيها اتنين رايحين على مساك واحد، شغله المساك في الحاله دي انه يقفل زاويه الباص الكره العرضيه صح، وانه يحاول ياخد الوينج او لاعب الوسط اللي رايح من ناحيه اليمين بيهاجم من ناحيتنا احنا من الجبهه اليسرى لمنتخبنا والجبهه اليمنى بالنسبه للمنتخب الثاني، وهو رايح بالهجمه المفروض الباك ده يحاول يبعد بيه ناحيه خط الاول صحيح، يعني في بره يقلل فرص انه يوصل للمرمى وبعدين يبقى اسهل. انا اتعلمت كده اتعلمت كده حضرتك، عندنا مدرب مجلس مكرتشاي مجري كان بيجيب لي الصبح يقول لي انت تقف تعدل جسمك وعشان تاخده لبره وامتى رجليك يبعدوا عن الجون يروح ناحيه خط الاول. اقول لحضرتك حاجه، اقل حاجه فاول تكتيكي خلاص كان طالع جول، لو انا رحت خد بالك عملت فاول تكتيكي خلاص انت خلاص اتحسب فاول وكلنا رجعنا ونظمنا، لكن هم 1 2 3 4 جول شكرا باقل عدد من الثواني سجل هدف بتاعه. لا صوده حتى كان زمان بيعملونا يعمل فاول تكتيكي. طب اقول لحضرتك حاجه ثانيه، طول البطوله الناس بتتفرج عليها حتى في الماتشات اللي كنا بنفوز فيها لكن الجمهور بيطلع الان رغم الفوز، حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتقول كان عندنا خط هجوم وخط دفاع وما عندناش خط نص في البطوله دي، وفي دايره فاضيه دايما بنشوف فيها لعيبه المنتخبات اللي بتقابلنا ليه؟ هل كان العبء فعلا على طارق حامد لوحده؟ هل النني وعبد الله السعيد كانوا سايبين له مساحه ما فيش لاعب لوحده يتحملها ما بيقدوش الادوار المطلوبه منهم بدنيا؟ عبد الله السعيد مش في فورمه خالص وبعيد جدا، وبرده بحياتك ما حضرناش البديل لعبد الله السعيد، يعني ما عملناش حساب ان عبد الله ممكن يظهر وممكن ما يظهرش، ما عملناش حسابها دي غلط، ده عبد الله دوره مهم جدا لان هو بيعمل الترابط ما بينه وبين الديفندر الثاني، اذا كنت النهارده انا عندي النني ومفروض يساعدني عشان اعمل الاربعه 4 1 4 1 في الشكل الهجومي، طبعا الفراغ ده كان موجود في نص الملعب وطارق حامد كان الوحيد اللي بيغطي يمين وغطي شمال وبيرجع وبيحاول، ما تقدرش تعمل اللعب ده كله على لاعب واحد، لا لا مستحيل ما ينفعش. هم هي حضرتك هي بص ال 11 لعيب حضرتك بيدافعوا والكره مش معاهم، ده طبيعي جدا، ما انت بتحفظ حضرتك الكره الشكل الهجومي بتاع بعضه ازاي، 4 1 4 1 الراجل الديفندر الثاني يزيد ما يفضلش واقف، ما ينفعش اثنين في واحد، ما ينفعش اثنين في واحد، قلت السريع ليه عنده تنويع عنده شغل هجومي على الاقل بيزيد بيشوط بيصنع بيروح، يبقى مش هاخد يعني قصدي انا لو جبته مش هيعمل لي اسوأ من اللي موجود، مع احترامي الشديد هو عمل مواسم كويسه وكان المفروض يبقى موجود من غير الكوره بقى الشكل الدفاعي 4 4 1 1 راس حربة الصريح تحتيه عبد الله السعيد والاربعه والاربعه بيترصوا عشان اضغط واقطع الكوره والحاجات دي كلها، فاللي اقصده ان الفلسفه عنده وبيمرن على اللعيبه وبيحفظها لهم وبيعمل انسجام وتفاهم ويشتغل بيهم. طيب هل عندنا مشكله، ايه سبب ندره المواهب؟ هل كان في اخطاء كثيره في الاختيارات وبديلها موجود في الدوري المصري، ولا المواهب عماله تقل عام عن اخر في الملاعب المصريه؟ لا انا من وجهه نظري ان المواهب موجوده مش موجوده، مع ان انا يعني السؤال ده يعني المفروض انا اقول مش موجوده عشان ابتدي نعم، لاني ماسك منتخب ومسؤول عن المنتخب، بس هو حضرتك يا استاذ محمد ان لازم يبقى في جلسه طويله جدا مع المدير الفني اللي بيشتغل مع الواد الصغيرين، احنا عاوزين جيل ويبقى فيه اهتمام شويه وفي مواعيد وفي وقت طويل تصنع نجوم، يبقى احنا النهارده جيل ربيع ياسين 2001 2002 واللي بعده هيجي 3 و4 واللي بعده هيبقى 5 و6، احنا عاوزين اجيال يا جماعه، فبنبتدي نلف، اللفه دي محتاجه وقت والصنع محتاج وقت والتمرين محتاج وقت والشخصيه محتاج وقت والفنيات محتاجه وقت، لانك انت بتحفظه الطرق من صغره ولازم العبه مباريات وديه واعمل له معسكرات قويه عشان يبقى لعيب كوره، عشان مش بيوم ده الشخصيه، بص حياتك الولد شخصيته بس عشان تغيرها له محتاجه وقت، تعمل له دروس خصوصيه في شخصيته عشان تحركه عشان يتكلم عشان يتحس ان هو لعيب كوره، خش بقى على الجانب البدني تطوره له ازاي، خش على الجانب المهاري تطوره له ازاي، خش على الجانب الخطاب يحفظها ازاي، خش على الاحتكاك الافريقي، خش على السلبيات، خش على الايجابيات، بص الموضوع قصه كبيره جدا، ما عندناش الوقت. استراتيجيه فنيه للكلام ده، هو ده اللي هو ده اللي عاوزه المسؤولين يهتموا بيه، لان الوقت مهم جدا، اديني وقت وانا اصنع لك واودي لك، ما ينفعش انا لازم اوجد راس حرب ولازم اوجد بكرايت ولازم اوجد دفين. لازم اوجد، ما ينفعش ما بشتغل ليه، لا اقصد مدربين المنتخبات زائد المدربين اللي اشتغلوا في الانديه ما يعتمدوش على ان هو انا بسعى لمجد شخصي ليا في مكسب مباراه في بطوله، لازم الولاد يتعلموا، لازم الولاد النهارده ياخدوا الشغل كويس، احنا عندنا مشكله في الكره المصريه يا استاذ محمد، هو الجانب التكنيكي خلال ال 90 دقيقه اقل كره في العالم المصريين مع احترامي الشديد، احنا بنكسب وبنكسر الدنيا، بس حسب القدرات، لو انت عندك لاعب موهوب
بيعمل اضافه للمدرب، بيعمل المدرب حتى لو مدرب جالك ضعيف مع احترامي الشديد هتلاقيه هو ما شاء الله ان ساعد المدرب لانه موهوب، الموهوب عنده جهاز عصبي هنا بينفذ له كل الاوامر وبيرمجه في اي مكان، ده الموهوب. فاللي اقصده ان احنا حتى لو مش موهوب لازم تشتغل، فالشغل احنا محتاجين من الصغر شغل كتير جدا، لازم نشغل ولازم نطور ولازم نجرأ ولازم نعمل احتكاك كويس ولازم نعمل دوري قوي ونعمل حاجات كتيره جدا لازم نعملها من الصغر عشان تلاقي من الكبر. لكن مصر مليانه من ورا. هل احنا عندنا مشكله في مركز راس الحربه في مصر؟ ما بقاش عندنا رؤوس حربه مميزين ولا فين المشكله؟ في ناس قالت مروان كوكا احمد علي لم يحرزوا الاهداف، احرزها 2 محمدي 2 لصلاح هدف لتريزيجيه. فين مشكلتنا؟ هل احنا ما بنوصل لهمش فرص؟ لان حقيقي الناس بتقول احنا مش فاهمين طريقه لعب المنتخب بدليل ان ما فيش كرات عرضيه وما فيش صناعه فرص للمهاجمين، والشغل كله بيتعمل ان اللي يحرز الهدف في النهايه واحد من نجوم الوسط المهاجم صلاح او تريزيجيه او بقى اجتهاد فردي للمحمدي. هل المشكله قصور في مستوى المهاجم المصري او راس الحربه الصريح؟ اول مره نشوف رؤوس الحربه او الفراوده بتوعنا ما بيجيبوش جوان في بطوله زي بطوله افريقيا، ولا احنا ما بنشغلهمش وما بنستفدش منهم صح في الملعب؟ لا هو برضه مظلومين لان ما بنشغلهمش، مش محظوظين. يعني حضرتك لما يبقى متعب مثلا راس حربه صريح وتحتيه ابو تريكه وعلى يمينه بركات وعلى شماله عمرو زكي وعلى تحتيه مثلا حسني عبد الرب، ده يفرق جامد جدا. فاقصد ان العوامل المساعده، لان اللعيب كوره بتبتدي من حارس المرمى لتلتل تلتل 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 بطور عشان انفذ واشتغل، هي بتعتمد عليه. احنا طول عمرنا بنعتمد على الكورسات بالعرض، طول عمرنا لاول مره اشوف عدد الكورسات خلال الاربع ماتشات اللي كانوا في كاس الامم قليل جدا، لان الكوره المصريه بتعتمد على باكين ظاهرين واثنين نص ملعب بيصنعوا، هما بيزيدوا واخد بال حياتك وفي نفس الوقت بيصنعوا، ده ما كانش موجود. فاحنا برضو يعني نقول ان هما برضو الظلم، ان مفيش لعب، مفيش النهارده عدد مراتك اللي بتوصل ايه لل 18 عن طريق ايه؟ عن طريق التمرير، عن طريق التحرك، عن طريق الهروب، عن طريق المساعده. فنقدر نقول الاثنين مع بعض مشتركين، ان هما دول اللي موجودين عندنا، وفي نفس الوقت ان مفيش صنع، ان مفيش انت فلسفه عندك معينه بتبني عليها كل شغلك الهجومي عشان تطور من تلت لتلت لتلت. انهي هجمه ازاي؟ في حاجه اسمها انهاء هجمه، انهاء هجمه بعدد لعيبه من باربع خمس لعيبه، اي كوتش في العالم ليه عدد بينهي بيه الهجمه. طب انا انهيها ازاي؟ من العمق ازاي؟ من اليمين ازاي؟ من الشمال ازاي؟ من حارس المرمى ازاي؟ من الديفندر ازاي؟ من الباك رايت ازاي؟ في انهاء هجمه لسبع ثمان لعيبه بيعتمد عليهم المدير الفني، ما كانش موجود ده كله. طيب مظلومين شويه. ظهيري الاجنبي الباك رايت والباك ليفت، لما بنتكلم عن لعيب متكامل بيلعب على الخط ده كله باجاده وكفاءه 100% دفاع وهجوم، هفتكر اسماء من اجيال متعاقبه، يعني كابتن ربيع ياسين، كابتن احمد رمزي، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كابتن محمد عبد الوهاب، كابتن محمد عماره، ونجوم كبار ومنهم وصولا الى نجمنا احمد فتحي، حتى لو كان كبر او معدلاته البدنيه تاثرت شويه لكن ما زالت الناس بتتكلم عن انه واحد من افضل من لاعبه في مركز الباك رايت او الباك ليفت في مصر، وبل كان البعض بيطالب بوجوده في نهائيات كاس الامم الافريقيه. هل النوعيه دي من اللاعبين مش موجوده؟ لاني ما شفتش لاعب في البطوله بيشتغل على الخط بالطريقه دي، بيعمل دوره 100% ديفنس واتاك. مفيش بديل لاحمد فتحي، ما ينفعش انا ابقى ادخل بطوله امم وعاوز اخدها وما حضرش البديل الكوف، مع احترامي للمحمدي وبيحاول ولا كابتن ابراهيم حسن طبعا ما اقدرش اتكلم عن المراكز دي وما اقولش اسم ابراهيم ده حسن، ده نجم كبير طبعا، وسيد معوض لسنه وطبعا كابتن سيد معوض كل النجوم في المركز، كل النجوم طبعا. فهو حضرتك البديل ما ينفعش بديل الباكين. احنا طول عمر النادي الاهلي او طول عمر نادي الزمالك او البطولات الافريقيه حضرتك او المنتخبات عموما بتعتمد على باكين رايت وليفت جامدين جدا بيقدروا يصنعوا الفارق. برضو حضرتك من الحلول اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته الباك رايت بتاعنا حضرتك اللي قلته دلوقتي احمد فتحي. احمد فتحي طبعا كان بيسجل، شوف بيسجل، يبقى ده حل. مش بس مش شوف احمد فتحي بيسجل كما شاء الله، وعمرو زكي بيسجل وبيشارك في الهجوم ومؤثر وبيدافع كويس جدا، ده غير انه بيصنع. هو ده البكرات الحديث. سيد معوض حضرتك عامل اللي متعب في الثانيه الاخيره ماتش الجزائر في مصر واحده بالدماغ. لو سيد النهارده مش باك مهاجم مع احترامي الشديد ما كانش خد حياتك. اللي اقصده ان هي دي لازم اوجد البديل، احنا ما وجدناش البديل وفي نفس الوقت لازم نتعب عشان نوجد البديل. الكره المصريه لازم تتطور بشكل افضل، لازم الشغل يبقى كتير جدا، لازم يدوا فرصه برضه للشباب عشان الدنيا تبقى حلوه جميله، مش كله شراء شراء كرة شراء. الكره اتغيرت يا كابتن ربيع. ايوه اتغيرت طبعا الكره، ما بقيناش بنشوف الشغل اللي كان بيعمله كابتن ربيع وكابتن رامز. لا مفيش شغل، كرات اللي طول الوقت ماليه الملعب في ال 18 عشان كده انا قلت لحضرتك انا اميل للمدرب الاجنبي الكبير الاسم الشخصيه اللي عنده فنيات. انا كل مشكلتي في فنيات، يعني عاوز عمل شغل مدرب يشتغل كتير في الملعب. هي دي النهارده كره المصر، كره الدوري مع احترامي او كره دلوقتي عموما كلها بتعمل 1 2 3 وجول، 1 2 3 وجول، واحد واحده طويله. لا
كان في حارس المرمى بيبتدي وبعدين خط الدار وبعدين وسط الملعب وبعدين الهجوم وبعدين بتنهيها بكره جميله بلمسات. حتى لما بتسجل دلوقتي اللعيبه كنت 10 و15 و20 و30 تمريره في الملعب. دلوقتي محتاجين شغل كتير جدا. اي مدير فني انا من وجهه نظري ان يبقى في شغل كتير جدا، لازم الجانب المهاري يتطور بشكل كبير جدا في الكوره، لازم الجراه تبقى موجوده. اي نعم، بس دلوقتي مشكلتنا انا مش عاوز اتغلب، مش عاوز اهبط، مش عاوز انزل، فلا هاجم بقى. مش هل نوعيه المهاجم اللي بقدرات نجوم زي حسام حسن، عماد متعب، عمرو زكي واخرين، يعني الاسماء طبعا دول على سبيل المثال للحصر، وقبلهم وبعدهم مهاجمين واجيال من الهدافين والمهاجمين، حتى بعضهم اكثر مهاره من الاسماء كمان اللي اشرنا اليها، في مقدمتهم طبعا نجم النجوم الكابتن محمود الخطيب، وهذا الجيل اللي كان فيه مهاجمين بمستوى غير مسبوق. هل النوعيه دي من المهاجمين انتهت من الدوري المصري او من الكره المصريه؟ لا، هي من الدوري انت مش موجوده في الدوري المصري، لكن ما انتهتش موجوده. ما انت حضرتك لازم تختار مدرب مع الاعمار عشان يقدر يطلع لك. انا من وجهه نظري ان الجانب التخطيطي مهم جدا. لما اشتغل مع قطاع ناشئين فيه 500 لاعب، حصلتي في نهايه الموسم انا عملت ايه؟ ماشي، خدت البطولات وكسبت وازاي. طب انا عندي في مركز راس حربه لما يبقى حضرتك كل فرقه فيها 30 لاعب، عندي 30 40 فرقه في 30 ب 700 800 لاعب، ما ينفعش في راس حربه مين اللي عندي مميز في، خاصه الفرق الكبيره. اي حضرتك فريق اول في الدوري الممتاز تحت منه، بص مواليد 97 ومواليد 99 ومواليد 2001، 90 لاعب. مش ممكن يا استاذ محمد، فاللي اقصده ان يبقى في ترتيب وفي تنظيم وفي تنسيق، ان انا لازم الاقي مراكز، لازم الاقي راس حربه، لازم، وفي نفس الوقت انا تقريري اتفضل عندي 14 لعيب. دي بقى مسؤوليه خلاص الجهاز الفني مع الاداره معاه، لكن انا جاهز لازم اشتغل. هل معنى كلامك كابتن ربيع حضرتك عايز تقول انه عشان اوصل لشكل مهاجم او مستوى مهاجم بقدرات حسام حسن ومتعب وعمرو زكي حتى لو ستايل ادائهم مختلف عن بعض، انه لازم اشتغل مش بس الفروق الفرديه وقدرات اللاعب نفسه، لازم اكون جهزته صح طبعًا. في الاربع خمس سنين طبعًا. اللي كمان بيوصل فيهم للفيرست الشغل يفرق مع ولد، في ولد ممكن يكمل بالشغل وفي ولد بالشغل ما يكملش. دي حقيقه اسمع، دي حقيقه، لان مش ممكن حسن صغير لن تتكرر، عمرو زكي، متعب، ماشي، ما هو العالم كله ماشي زينا. هل العالم كله بيقف على لعيب اثنين او ثلاثه؟ حضرتك يعني لازم يبقى في شغل. اللي اقصده ان الشغل بيفرق مع اللاعب، لان ممكن حالات اللاعب في ظروفه وفي مدرسته وفي مشيانه وفي امكانياته وفي غذائه مش لاقي، ممكن حضرتك هيجي مش شايف ده الاكل ده، بس حضرتك يعني التغذيه لازم تترتب، لازم تتنظم للولد. ممكن يجي لك بكيس مش عارف ايه، يبقى دايخ وشكر المدرب يقول له ادفع مش عاوزك، وهو اساسا لعيب كويس بس عاوز شغل. فاللي اقصده ان اللاعب اللعيبه من الصغر والناشئين والشباب لو تشوف شغلك، لكن مصر مليانه وممكن توجد وممكن تتعب وتجتهد، وفي مدرب مش بيصنع لعيبه، وفي مدرب مش بيجتهد، وفي لعيب موهوب ممكن موهبه تقل لكن تصنع، معلش وتكرر. طيب انا رايح لاتجاه انه اعتبار اللاعبين القادمين من الشمال الافريقي انهم لاعبين مصريين، فهيزيد عدد الاجانب او المحترفين، واحنا اوريدي عندنا مشكله ان بدا يبقى المهاجمين عندنا مش مهاجمين مصريين في الدوري، كمان في فرق القمه وانديه القمه. هل ده بيهدد منتخبنا ولا لا؟ طبعا يقلل فرص ان انا اوجد مهاجم قوي لمنتخب مصر طبعًا. من خلال وجوده في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي ولا؟ طبعا اسمع حضرتك، بص احنا قلنا احنا خدنا بطولات وصلنا كاس العالم بالمحليين، عشان انت مساحه للمحليين موجودين تعتمد على ان احنا عندنا المحليين موهوبين. احنا عندنا في مصر الموهبه، بص ما فيش واحد في مصر ما فيهاش لعيب كوره، في امبابه فيها كوره، الشبرا فيها كوره، الهرم فيها كوره، المحافظات الكوره، المدن. كباتن مصر منين حضرتك؟ انا شخصيا من مركز شباب، جيت مركز شباب، من مركز شباب الفشل، مش جاي من نادي دوري ممتاز، وفي نفس الوقت في وسط مين؟ العمالقه في جيل الثمانينات اللي هم كنت بقعد اتفرج عليهم كده، لقيت نفسي في وسطهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الموهبه اللي انا جيت بيها، فرضت نفسي مع التدريب، مع الخبرات، مع الحب، مع الترابط، مع التوجيه، مع الكباتن. فاللي اقصده ان لا، انت هو ده الشغل الصح، مش كله هيجي لك موهوب، مش كل الاجيال هتبقى موهبه، ومش كل الاجيال هتبقى مصنوعه، بيبقى في خليط دايما، لكن لازم يبقى في شغل. اللي انا اقصده يا استاذ محمد، لازم في شغل قطاع الناشئين، لازم في شغل المدربين، يعني دي مهم جدا. رئيس اي قطاع في كل ال 18 او كل الدنيا لازم يبقى في برامج موجوده، ولازم فنيات، وفي حساب مع المدرب، وتعالى نتناقش، وفي محاضرات، وفي توجيه، وفي خد بالك ثقافه، في حاجات كتيره جدا. يعني هل لو فضلت الانديه تختار بالطريقه الاسهل، لاعب جاهز، لاعب متميز هنا في الفريق ده، هدخل في مفاوضات واشتريه، وما بندورش بالشكل اللي كان موجود زمان زي ما حضرتك قلت في الكره والنجوع ومراكز الشباب وكل شيء، هل ده معناه ان احنا كده مش هنوصل او مش هنطور تطوير حقيقي؟ انا مع حضرتك ان احنا نقلل
في مراكز معينة ياخدوا. احنا كنا في فترة قلنا حراسة المرمى نجيبش فيها، كان قرار صائب. وبالك احنا ندور على المراكز اللي ممكن بقت تنقرض عندنا، ونقلل الرأس حربة. ايه المشكلة؟ المشكلة هتدي مساحة للي تحت، مساحة لهنا وهنا 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 وهنا. ده شغل كويس جدا وده تخطيط كويس وده نظام. ندور على المراكز، ممكن اي مركز اصنعه انا مع يعني انا برضو يعني انا ممكن اي مركز اجيبه. في مراكز معينة محدش يختلف عليها، حتى لو رأس حربة سوبر لعيب كبير نجم كبير جاي يتعلم منه، ايه المشكله ما نجيبه؟ اللي اقصده احنا نجيب الراجل السوبر اللي هو خلاص ما فيش خلاف عليه، انما اجيب اقل من اللي عندي او اجيبه خاركن اللي عندي وانا اساسا احسن منه. اللي دايما اللي بيني وبينه هو ايه وانا ايه، هو في الملعب ايه، هو موهوب ولا مش موهوب، هو اسم كبير ولا اسم كبير، هو بيصنع وبيأدي ولا لا، هو ده هي دي الكوره. حضرتك متولي منتخب بيمثل مستقبل الكوره المصريه دلوقتي. المنتخب ده 18 سنه او 19 سنه او 17 سنه. في لاعبين ولا لا عند حضرتك في المنتخب النهارده في منتخب 2001 2002 جاهزين لو خدوا الفرصه وبعض فرص الاحتكاك في مباريات قويه انهم يزاحموا نجوم المنتخب الاول ولا لا لسه؟ لا هي لسه شويه، لكن في احنا وانا قلت لحضرتك الوقت والشغل والمباريات دي مهمه جدا. المباريات بتدي له خبرات كبيره جدا في المواقف نفسها، المواقف الدفاعيه الهجوميه، الكوره، ان انا اخطا، ان انا اعالج، ان انا اصلح، ان انا اتفرج. الولد خيبتك لما يتفرج على نفسه دي مهمه جدا، لما في الملعب تصلح له مهمه جدا، لما تدي له تجرأه مهم جدا، لما تغير له شغله وتعرفه يعني ايه وظيفتك، يعني ايه كوره، يعني ايه من غير كوره يفرق. مع المواقف مواقف مواقف هتجي لك بقى زي الفل. احنا عندنا الحمد لله ثلاث لعيبه لعبوا السنه دي بعد شمال افريقيا. يعني شمال افريقيا كانت عندي في شهر 4 خلصتها 14/4، في ثلاثه من عندنا لعبوا. خد بالك دي برده كويسه، في سموحه فارس وفي ابراهيم عادل في بيراميدز وفي محمود صابر في المستقبل، دي بدايه مش وحشه. وفي غيرهم يلعبوا وفي ناس تلعب تاني، بس فين الفرصه؟ ما حدش بيشوف الفرصه ولا بيتابع الا لما يفاجئ يلاقي في التلفزيون يقول انا عندي. لا عندك، بس ياخدوا الفرصه وهم يلعبوا ان شاء الله. طيب رجوع الانديه الشعبيه بقوه، لو رجعت بقوه للمنافسه وتوفرت لها بعض الموارد بجماهيرها في المحافظات المصريه، هل ممكن تعمل معادله افضل لكره القدم؟ دي حقيقه، لان هو حضرتك يعني لو احنا خلال 20 سنه اللي فاتوا هتلاقي المدن والفرق الشعبيه والكره ساهمت بشكل كبير في المواهب. يعني الموهبه موجود ليه؟ هو حضرتك احنا كنا بنعتمد على الملاعب الصغيره، الصغيره دي بتعلمنا ازاي نقدر ننظم امورنا. ان انا كنت بطور شغلي بشغلي بنفسي تلقائيا كده بالفطره يا اسمح محمد، الملعب ده الكره صغيره، فاخد بالك، فكنت بقى مهاره، عاوز مهاره بقى بنمي مهارتي واطورها واحافظ عليها بالحته دي. فمن هنا جت الفرق الشعبيه حضرتك بتصنع نجوم. احنا عندنا لعيبه كتيره جدا في الصعيد وكتيره جدا في بحري، فكلنا بنعتمد في شغل كبير جدا يفرق. فاعتقد ان الفرق الشعبيه بتفرق جامد جدا في صناعه النجوم اكثر من انديه المؤسسات والهيئات طبعاً والشركات والقطاع طبعاً الخاص اللي عنده الموارد والقدرات الاداريه والتنظيميه اللي بتخليه قادر على صناعه فرق عندها موارد وعندها مزبوط شكل ونمط اداري يخليها تتواجد. ما فيش حد عنده طولة بال يا استاذ محمد، ما فيش حد عنده طولة. لو تلاحظ الشراء بقى سهل حتى في المؤسسات، لاصول الانديه الشعبيه. انت الانديه الشعبيه بيبقى حواليك في الكوره وفي المراكز وفي الفرق الصغيره وفي مراكز الشباب بيبقى عندك طولة بال وممكن تاخده بمبلغ قليل وتصنع منه نجم، وكتير جدا اتكررت. لكن المؤسسات بيروح فين؟ علاقه يعني بيعمل اختبارات في شهر، في 20 يوم، في 15 يوم، شكرا وبعدين هات 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 هجيب. لا احنا دلوقتي بقينا نبص لافريقيا بشكل كبير جدا. يعني في انديه تعاقدت مع لعيبه من اوغندا، يعني حضرتك قصدي افريقيا بدات خلاص تغزو مصر، لكن احنا عندنا لعيبه ولو احنا اعتمدنا وفي شويه صبر وفي شويه تعامل وفي شويه امكانيات هتلاقي نجوم ان شاء الله كتيره جدا. وتاكيد حضرتك على انه مش شرط الافضل يكون لاعب محلي ام محترف ام دولي، مع تاكيدنا على وجود بعض الاستثناءات زي صلاح وتريزيجيه وحجازي. طبعاً طبعاً. انه منتخب جنوب افريقيا دول لاعبين بيلعبوا في سان داونز وفي الانديه اللي بتتنافس في جنوب افريقيا معظمهم مش لاعبين اوروبيين او ما فيش، يعني اللاعبين عددهم قليل جدا اللي موجودين في انديه اوروبيه. عملوا جيم فني على اعلى مستوى ومعاهم مدير فني طبعا متميز. جيم فني يعني في 90 دقيقه اشتغلوا شغل 90 دقيقه كوره. يا ريت حضرتك تشرح لنا بس فنيا ايه الطريقه اللي جنوب افريقيا واجهتنا بيها وايه الطريقه اللي منتخب مصر لعب بيها البطوله دي؟ هو منتخب مصر معروف للجميع ان بيلعب 4-2-3-1، حضرتك بتتحول 4-1-4-1-4-4-1-1 بقدرات بشغل بتمرير. انت عندك بتعتمد على كنت بتعتمد على ان تطور من تلت نص الملعب، بتبتدي ان انت تنقل تمرير تمرير تمرير، بتعتمد على نسبه الاستحواذ، بتسيطر كويس قوي، بتتحول من دفاع لهجوم بصلاح تريزيجيه. فبتعتمد يعني برضو
القدرات الفردية حل من حلول الكرة المصرية. القدرات الفردية يعني دي كانت بنفعنا. احنا ممكن جيم مقفل والدنيا مسحومة ورا تلاقي واحدة من المتلاقية، لكن لو حالة التريزيجيه كويسة وحالة صلاح كويسة ده اللي يرجح كافة المنتخب طبعا، مش الأداء الجماعي. فأنت ما عودتهمش ليه؟ يعني أنك تجيب انسجام وتجيب تفاهم ده ضروري جدا. خد بالك أنك توجد شكل دفاعي وشكل هجومي ده مهم جدا، بس في التكرارات والإيه والشغل عن طريق التدريبات وعن طريق المباريات. أنت بتعالج سلبياته وتأكد إيجابياته وبتحفظه. أنا عاوز حسب فلسفة ده الشغل اللي بتعتمد عليه. أنا أعتقد من وجهة نظري زائد صلاح لوحده بيروح، زائد تريزيجيه وده شفناه في الماتشات. الثوابت عامل مهم جدا، وممكن من الثوابت تكون سجلنا وصلاح سجل. ده اللي احنا شفناه من مستر أجيري. التنويع الباكين حتى بيزيدوا فوات معينه، لكن ما شفناش الكورسات الكتير. ما شفناش، كان لازم يبقى في كورسات كتيره بالعرض، لان الكورسات بتزحزح وتهز خط الدار وتقدر تتصرف فيها. جنوب افريقيا عملت جيم فني على اعلى مستوى، طب نقفل كويس قوي، الخطوط فيها ترابط، تحس ان الفرقه ليها شكل دفاعي منظم من ال 11 لعيب. خلي بالك من المنظم، من اولا لعبه وضغط عالي، فاجئونا بالضغط ودي مهمه جدا. بداوا بيه المباراه في اول طبعا معناها ان هم بدنيا واقفين ومش خايفين. دي خلي بالك فرقت، يعني ان يبتدوا بدري من اول دقيقه ضغط تفرق مع اللاعب المصري. اللاعب المصري لما بيلاقي نفسه مضغوط بيعمل حساب اللي قدامه شويه. احنا كشينا ان هم اجبرونا ان يفرضوا اسلوبهم، ان احنا اخطائهم كانت قليله. دايما احنا بنعتمد على الكره الافريقيه في اخطاء، فاخطاء اخطائهم قليله خصوصا من المدافعين طبعا، دايما في انه يرجع كره غلط اللي ما يقدرش فيها حارس المرمى. هي اللي جت لتريزيجيه اللي ضيعها عقب حياتك في واحده الشوط الاول وواحده الشوط الثاني. انما منظمين جدا، واقفين صلبين جدا، صبروا ما زهقوش. ده جيم الدفاعي، واعتمدوا على زي ما قالوا المدرب، مرتدات بلعيبه معينه، امسك الكره وروح بيها، امسك الكره وروح بيها. فعملوا جيم رائع فني على مستوى الدفاع والهجومي، وقدروا ان هم يحترموا منتخب مصر ويروه كويس جدا، وقدر ان هم يعملوا 90 دقيقه. انا شايفت يعني تغير غير عادي في الماتشات اللي قبل كده. نص الملعب الاربع فرق كانوا مالين نص الملعب اكتر مننا، حتى في الثلاث مباريات اللي فزنا بيها. كل يعني اي حد دلوقتي بيتابعنا ممكن يقعد يشوف اعاده اي مباراه من مباريات المجموعه اللي فزنا بيها الثلاث مباريات، او مباراه الخروج من البطوله امام جنوب افريقيا في 16. دايما الفريق الثاني هو اللي مالي نص الملعب، ولاعيبته موجودين متمركزين افضل مننا، وتحركاتهم بالكره افضل. ليه؟ ايه الخلل اللي عندنا؟ هو حضرتك دايما احنا ما كانش عندنا ترابط، وفي نفس الوقت القياده مطلوبه في نص الملعب، ما فيش كلام. اثنين عندنا ديفندر، خد حياتك احنا لما بنلعب، وعبد الله راس المثلث الهجومي لازم بعد من غير الكوره يبقى مع وسط الملعب، زائد الاثنين الهافين بينزلوا، زائد الباكين، ده وسط الملعب. احنا كان كل واحد في وادي. هو حضرتك النهارده الاثنين الوحيدين اللي هم صراحة واضحين في مركزهم، الاثنين مساكين، ادي اثنين مساكين وضحيتك، وعندنا راس حربة، خلاص راس حربة، الباقي كله نص الملعب، عايز يتحرك مع نص الملعب، خلاص حارس المرمى موجود، واثنين مساكين ادي ثلاثة، وراس حربة أربعة، الباقي كله نص الملعب. يعني في مدرب يقول لك أربعة، خد حياتك ده كله نص ملعب. هو صلاح حضرتك لما يفقد الكره ما بيبقى نص ملعب، عبد الله السعيد نص ملعب غير كره، خد بالك تريزيجيه ومعاه الباكين بيضموا لجوه في الحاله، ومعانا الاثنين الديفندر، كل ده نص الملعب. احنا ما كناش فايقين، ما كناش مترابطين، ما كناش فاهمين، مش عارفين ايه القصه من غير الكره بالكره. خط وسط الملعب ده هو كويس، الفرقه كويس، هو بعيد، الفرقه بعيد، فكانوا بيستحوذوا زي ما حصل فراغ كبير بعد خروج النني، فراغ كبير. انا نزلت قبل ما يدخل مرمانا الهدف في مباراه جنوب افريقيا. فنص الملعب لما يكون في قائد بيعرف يوجه، وفي ترابط، وفي شغل دفاعي من غير الكوره، وعارفين يعني ايه بيعملوا كوره وبيصنعوا كوره، بيفرق جامد جدا. حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان ده كان تغيير سيء جدا؟ طبعا 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 حضرتك ده يعني معلش، ان انا خلاص رايح لاكسترا تايم، حتى لو ما احرزتش هدف يعني رايح لنص ساعه مش وقته ده خالص. وعمل فراغ خامد طبعا، وجي جول بشكل مرتب ومنظم، وكان جول من فرقه يعني واضح انها فرقه كويسه فنيا، يعني واضح انهم درسونا كويس، لانهم قالوا ان المنتخب مصر بخبراته ومع جمهوره وصاحب الارض انهم ما يدوناش فرصه نحضر براحتنا في بدايه المباراه. فكره الضغط اللي حضرتك اشرت لها طبعا هم قرونا، وفي نقطه برضو ان هو حضرتك عندهم لعيبه كويسه، عندهم قدرات لعيبه ظهرت حضرتك في مع الجمهور، ظهرت في المساحات، ظهرت قدام منتخب مصر ظهرت. فهو برضو حضرتك في النهايه واحد ضد واحد، 11 ضد 11، انا من وجهه نظري عندهم قدرات خاصه ممكن الفرقه دي تحقق اكتر مفاجاه وتوصل فيما بعد يعني.
حضرتك متوقع ان يعني منتخب جنوب نيجيريا المدير الفني منتخب نيجيريا كان قبل ما نبدا اللقاء ده بيقول جنوب افريقيا هتبقى مباراه صعبه جدا بعد ما جنوب افريقيا تفوقت على منتخب مصر على ارضه بين جماهيره، ومدرب جنوب افريقيا بيقول لا يمكن ان نخشى مهاجمي نيجيريا بعد ما استطعنا اننا نوقف خطوره صلاح وتريزيجيه. ايوه ماتش مصر ده ممكن يوصلهم لابعد من كده. الفرقه انا احترمتها فنيا، انا اتكلم بشكل فني يعني انا ممكن هو ممكن يكون ما كانش كويس وما كانش فنيات وما كانش فيه ترابط وما كانش فيه قدرات ما كانش فيه تحرك، لكن على المستوى البدني رائع، على المستوى المهاري رائع، على المستوى الخططي رائع، الفردي والجماعي هو نفذ مع مدرب بيدير بره. احنا شفنا جنوب افريقيا انا شفتها بشكلها الفني احسن فرقه قدمت جوانب فنيه على اعلى مستوى في مواجهه صعبه جدا من وجهه نظري انا، فاحترم هذا الفريق، احترم الفريق ده منظم جدا. يعني شايف المباراه هتبقى متكافئه بينه وبين نيجيريا؟ نيجيريا فريق كبير لكن مش هي نيجيريا اللي كنا نعرفها في السابق من كام سنه، زي غانا امبارح يعني. فانا متهيألي ان جنوب افريقيا هتحقق مفاجآت، ولو قدمت زي ما قدمت منتخب مصر ده هتبعد كتير جدا وهتبقى موجوده في المربع. انا شفت فنيات، شفت شغل، شفت التطور، شفت ترابط، شفت فرقه صحيح بتساعداني بكل حاجه، شفت جوانب دفاعيه، شفت جوانب هجوميه، شفت شده، شفت قوه، شفت حاجات كتير جدا يعني. كابتن ربيع، ايه افضل طريقه من وجهه نظر حضرتك اننا نوجد جيل جديد من الموهوبين في مصر؟ الاكاديميات التابعه للانديه، في اكاديميات في مصر خاصه بتحمل اسماء او المفترض انها تحت مظله او من خلال شراكه مع انديه ومؤسسات عالميه، برشلونه، ريال مدريد، ارسنال، الى اخر هذه الانديه والمؤسسات والاكاديميات، وفي الاكاديميات العاديه خالص اللي هي بتتبع الانديه او قطاعات الناشئين في الانديه. هل القطاعات دي فعلا بتثمر او بتقدم المتوقع منها ولا فيها مشكله؟ هو عموما وجود الاكاديميات دي حاجه كويسه، بتوسع الدائره، ممكن انا اشوف ورايب كويس قوي عشان ابتدي انظم اموري واخد من هنا لهنا لهنا لهنا، عشان خد بالك ما فيش اي مشكله، صعدوا من الاكاديميه للنادي وكافئوا وادور عليهم ماشي، بدل ما يبقى عندي النهارده 5000 ولد صغير يبقى عندي 20000، دي حاجه مش وحش بهذا. لكن انا شايف ان المنتخبات دورها مهم جدا في بناء اللعيب وخد بحيتك ووقته، لان لازم ياخد وقت كويس جدا الناشئ في النادي برضه لازم ياخد وقته وياخد فتره تهدف صحي جدا، ولازم احتكاك ولازم تنظيم ولازم الدوري ينظم والدوري يتضغط، دوري الصغيرين لازم يتضغط تماما زي ماتشات افريقيا، مش كل اسبوع وكل 10 ايام. واجهتنا صعوبات كتيره جدا لما بنعمل حاجات متشابهه زي التصفيات بنتعب يا استاذ محمد، لكن هو ده الصح، الشغل الصح ما يزعلش. وفي نفس الوقت المدربين لازم تتعب مع الاولاد الصغيرين وتعلمهم كل عمر بشغله المهاري ده، بشغله البدني ده، بشغله الخططي، زي الشخصيات. من هنا المنتخب تلاقيه خد برضه، اللعيب لما بيروح المنتخب وبيلاقي وقت وبيشتغل مع مدرب وبيشتغل صح برضه ده بيزوده وبيعليه. فاحنا عندنا شغل كتير جدا وعندنا اختبارات وعندنا اكاديميات وعندنا افكار كتيره جدا، مصر مليانه بالمواهب، مصر مليانه باللعيبه الكويسه، بس خطط ونظم واتفق واعمل ترابط بينك وبين المنظومه كلها هتلاقي الامور. مع اختيارات المدرب، الاختيارات مهمه جدا، ان الولد يلاقي مدرب محترم دارس فاهم ناضج جميل سلوكياته واخلاقياته تمام التمام، هو ده مع ده يوجد لك اللي انت عاوزه. هرجع اسال سؤال عن الدوريات، دوري الممتاز ومدى الاهتمام او عدم الاهتمام بنفس القدر بالدوريات للمراحل العمريه الاقل منه، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا كابتن ربيع ماذا قالت الجماهير وما الذي يحتاج اليه منتخب مصر للنهوض في الفتره القادمه. احنا محتاجين الفتره الجايه العدل زي ما قلنا، عايزين اتحاد كوره كويس، ده اولا اتحاد كوره يبص لمصلحه المنتخب نفسه او مصلحه كل الالعاب، ما يبقاش فيه نظام سبوبه، ما يبقاش فيه نظام مجاملات واحنا بنختار سواء مدير فني او واحنا بنختار لعيبه، محتاجين ان احنا نسمع للشارع. تخطيط سليم لاتحاد الكوره، تجديد اتحاد الكوره تماما، بلاش انا اسف في الكلمه دي الفساد، لان الفساد عام في اتحاد الكوره، وبالتالي المدرب بيتفرد عليه لعيبه معينه هو مش عايزها. المنتخب المصري محتاج حاجات كتير جدا، اولا انتظام مسابقه الدوري والكاس بترتيب معين بحيث انك انت تمشي سليم. الحاجه الثانيه ممكن المدرب تشوف مدرب يعني تكون عنده سيره ذاتيه ممتازه. ثانيا التخطيط في الاتحاد الكوره نفسه
لازم الإدارة الفنية ناس تتابع المدرب ده بيشتغل إزاي، ماشي، زائد يعملوا له معسكرات محترمة، يتم مباريات مع فرق قوية عشان تقدر تشتغل صح. محتاجين دوري منتظم، لأن مفيش دوري يبتدي على مدار سنتين شغال واللعيبة مفيش إعداد. أولا في الماتشات الودية احنا لعبناها مفيش أي ماتش ودي يعتبر احتكاك قوي. تونس لعبت مع كرواتيا قبل كأس الأمم، مع إن تونس برضه مستواها مش قد كده في البطولة، بس على الأقل مكملين، في نفس طويل، في احتكاك. مفيش دوري يبتدي أنت وأنت مش عارف يخلص أنت. الدوري الإنجليزي مش بقارن، بس الدوري الإنجليزي الجدول بتاعه بتحط سنتين 20 سنة قدام، أنت مش عارف أنت أصلا الدوري بتاعك هيخلص أمتى، هيكمل ولا مش هيكمل، انت ما تعرفش كان هيك ولا مش هيك، وحسب الاهواء الشخصيه. يعني عندنا الاهواء الشخصيه بتمشي كل حاجه. اللي محتاجاه مصر كلها من شبابها في جميع المجالات روح الانتماء، عايزه تتجدد عند الشباب. ده لو عندنا روح الانتماء اللي تقوينا على ان احنا نتصدر لاي موقف يقابلنا، سواء في الكوره، في الانتاج، في اي امر، هنبقى زي الفل. اول حاجه يبصوا للدوري، يبقى دوري بمواعيد ثابته ودوري زي اي دوري في العالم. انت في الدوري بتاع اسبانيا بتعرف لغاية سنة 2030 ريال مدريد هيلعب الساعة كام وفي ملعب ايه والكلام ده. هنا في اتحاد الكرة ممشيينها لبن سمك تمر هندي. كابتن ربيع ياسين، رأي حضرتك أو تعقيبك على الآراء الحقيقة الجميلة واللي في مكانها حلوة ومهمة جدا اسمعنا فيها ده. بس محمد يعني كلامهم كله جميل جدا، وزي ما قلت حقيقتك، هل ينفع النهارده لاعب يخلص مثلا دراسة وياخد 90 يوم راحة؟ في 90 يوم راحة في الكورة؟ احنا عندنا ناشئ، أنا زعلان جدا إن أنا عندي منتخب وعندي وفي اللعيبة 90، احنا خلصنا نص أربعة لحد دلوقتي في فرق، ما راحة سلبية، مفيش تمرين، مفيش أي حاجة، ده يرجع لك في مشكلات وزن وفي مشكلات فتنس وجاهزية إنه يرجع، وممكن يحصل كرامبات يعني تهيألي. بص أنا بس حاجة أو تمزقات أو حاجات، حاجة شايل همها أنا، محدش واخد باله منها، بنعمل جيل لمصر 90 يوم، وأنا قلت أنا أعمل فترة الإعداد، أنا أخدها عشان أوقف الناس، لأن يعني بتختلف من نادي لنادي 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 لنادي. ده بقصد هي دي الاجيال بتيجي من هنا من الشغل الصح. مشكله كبيره بالنسبه لك كمدير فني، بيجي لك لاعب مريح بقاله 90 يوم ما لعبش كوره، جدا جدا 90 يوم في كوره، في حد بياخد 90 يوم في كوره؟ ازاي هبتدي من جديد؟ ما انا الوقت عامل الوقت عشان بحافظ، عشان الاستمراريه مهمه جدا. مدرب الشغل، شغل الملعب حضرتك، كل الناس همها ثلاث نقاط، كل همها الفوز، ما تاخد بعدها اسبوعين على الاقل حتى عشان تدخل اللعيبه في مود الشغل والتدريب. انا قلت كده اللي اقصده يعني المراقبه فعلا والمدرب، وفي نفس الوقت الجانب التنسيقي والجانب الاداري في انك تضع البرنامج بتاعك بقوه، تقول اتفضل ده البرنامج، انا هعمل كذا كذا وينفذ، ويبقى الناس في ضهرك. هو ده الشغل الصح في الانديه والمنتخب. من هنا تلاقي جيل يا استاذ محمد، من هنا تلاقي ان شاء الله ان شاء الله نتائج، من هنا تلاقي لعيبه. لكن انت ممكن تضيع كل ده يا جماعه، في لعيب ياخد 90 يوم وفي ناس وصلت ل 95 و100 يوم، طب هنبتدي امتى؟ ما ينفعش. فالقصود دي حاجه، الترابط ما بين المنتخبات والانديه مهم جدا، انت بتدور على صناعه نجوم. اصلا كمان متهيألي يا كابتن ربيع عفوا يعني ان كل يوم يزيد في الفتره الكبيره اللي بتقول عليها انها راحه كامله للاعبين او سلبيه، ده يسبب عبء على الجهاز اكتر انه يزود المده اللي محتاجينها عشان ترجعوهم للتوب فور مره. دي الحقيقه، لان انا جبت اللعيبه وبتواصل معاهم، نص انا 14/4 خلصت شمال افريقيا، والانديه كانت مخلصه الدوري من اول اربعه شهر 4 ابريل 2019 لحد دلوقتي محدش بدا. انا متواصل بالتليفونات مش نايم، عاوز، ما انا برضو عندي مسؤوليه، عندي جيل، عندي امانه، عندي فنيات، عندي بلد، ما مسؤوليه كبيره ان امسك منتخب استاذ محمد، مسؤوليه كبيره على عاتقي، مش ما انا راجل مرتبي ماشي كله، بس مش دي القضيه، انا بدور على الترابط ما بين، تقدم حاجه، عايز تقدم شيء من خلال وجودك في المكان ده. وبعدين الترابط بقى، انا قصدي الجانب التنسيق والجانب الاداري في الجانب النظام مهم جدا، لما الانديه يبقى في ترابط، طب انا خلصت، طب انت تبتدي امتى، طب شغلك هناك ايه، طب وظيفتك ايه، طب طريقتك ايه، طب ده ناقص حاجه، طب ده رجلي الشمال ضعيفه، ده انطلق الدماغ، هو ده الشغل الصح. لو انت عاوز اجيال، لو انت عاوز نجوم، يبقى في ترابط وفي شغل وفي حب وفي تنسيق ونقعد ونجتمع، وده الصح. طب خلينا نقف مع حاجه مهمه قوي اتقالت في التقرير ده، حتى لفتت نظر واحنا بنتابع التقرير، كابتن ربيع قال شوف الراجل بيتكلم كلام مهم جدا. واحد من الجمهور او المشاهدين او الناس اللي اتكلمت في التقرير قال انه محتاجين لما نعين مدير فني يبقى في معايير صحيحه لاختياره وتقييم صحيح فني ومالي،
وكمان يبقى في رقابه عليه، بيشتغل ولا لا، بيعمل مطلوب منه ولا لا، في حد بيراقب الراجل ده شغال بيعمل حاجه هتضيف لنا ولا لا. الكلام ده لفت نظرك جدا، قلت ده كلام جدا صح جدا جدا، وده الصح وده اللي انا بطالب بيه. لازم ربيع ياسين اتجاب لمنتخب مواليد 2011، انا عاوز الناس بيشتغل ازاي، بيفكر ازاي، برامجه ايه، طب الراجل ده بيعد ازاي، بيختار ازاي، طب تعالى نقعد وتعالى. ما هو ده اللي وصلنا في النهايه حضرتك، اللجان الفنيه، انا بقول اللجان الفنيه نستفيد منها كويس قوي. اللجان الفنيه دي مهمه جدا على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات، دي كلمه جميله جدا، لان في مدربين في انديه مع احترام الشديد ما يعرفش يتعامل مع اللاعب، ما يعرفش يتعامل مع اللاعب. لازم مدرب كل وقته يبقى شغل، مش مدرب توجيه وكلام فارغ. فلا، سبوره ملعب، ملعب سبوره، فيديو ملعب سبوره، فيديو ملعب سبوره، اشتغل معاه، اشتغل ما اشتغل ما. هو ده اللي اعتقد ان برضه بيمرض الكره الصغيرين على مستوى الناشئين. احنا عندنا ما شاء الله اولاد كويسين جدا، وعندنا ابداع، وعندنا مواهب، وعندنا مهاره، وعندنا جوانب. ايه بقى اللي بيمرض الكره في مراحل الناشئين؟ اختيار المدرب وتعامل المدرب مع اللعيبه. المدربين صح، والنراقب هو عامل برنامج عمل سليم ولا براقب؟ مع احترام الشديد لازم اراقب، لازم اجيبه اسبوعيا رئيس قطاع، لازم يجتمع اسبوعين بمدربين، كل واحد يفضل يطلع لي يقول لي انا ايه شغلي وايه برامجي واجيب تقرير، عشان برضو اصل دي امانه، كله امانه. زي ما حضرتك قلت الامانه القوه، دي مهمه جدا، واخد بالك؟ العمل هو ده الشغل الفيصل بين اي حد واي حد، العمل. اي واحد في عمله، وانا مطلوب النهارده تشتغل لي من شهر 8 لشهر 4، يبقى كل وقت شغل، شغلك تعالى وريني شغلك. طب ما نعرف يا سبحان راسم رجليها ازاي، ما دي امانه النادي مختار، ولازم ريبورت يتقدم بشكل دوري من كل جهاز فني لكل طبعاً منتخب للاتحاد، ويشوفوا اللجنه الفنيه في الاتحاد تشوف ايه اللي اتعمل وايه اللي اتحقق لما كان المتفق عليه وايه لا. كابتن تقييم مستمر لما كان مدير فني للاتحاد كابتن جوهر الله يرحمه، عشان هو مدرب وفاهم وعارف وبيعمل الصح. انا كنت حياتك اسافر السفريه مثلا، اسافر مثلا سي تركيا واعمل ماتشين، اجي بالماتشين اقعد معاه اجتمع معاه اقول له انا عملت ايه في الماتشين على المستوى الاداري والمستوى الفني، يعني اختياراتي ازاي، استفدت بكام لعيب في الماتش، في ال 180 دقيقه عملت ايه. خد بالك هو ده مش عيب صح، عشان يعرف مين الراجل ده يا جماعه، هل يصلح او لا يصلح. اولا لو اتسال كابتن ربيع هنا بيعمل ايه هيعرف يرد، وفي نفس الوقت يعرف يضيف لك فنيا ويكمل معاك وتنسقوا مع بعض طبعا عشان تعملوا حاجه لصالح المنتخب ده. كله للصالح، لا اقصد ان الجانب الاداري منظم مهم جدا، الجانب التنسيقي ان في لجان موجوده فنيه تشرف. هل كان يستحق اجيري انه يكون الاعلى اجرا بالمستوى بالمقارنه بكل ما قدم من اجهزه فنيه في كاس الامم؟ لا لا لا، على اجر لا ما ينفعش فيها، على اجر الحقيقه بمسافه عن لا لا كبيره جدا، ما حدش كان يتخيل ولا يتوقع ان في ناس اكفى منه ما شاء الله موجوده. وبص باجر قليل جدا قدروا يصنعوا فرق، يصنعوا نتائج، زي المدربين لفتوا نظر كابتن ربيع ياسين باداء منتخباتهم مسؤولين عنها في كاس الامم، غير المدربين. في مدرب طبعا اوغندا لفت الانظار بشكله وبتنظيمه وبشغله وبفكره، يعني في بصمه، في فرقه، في فرقه بتحاول، في كوره، في لو معاه قدرات اعلى وافضل واحسن واقوى واسماء كبيره ممكن يعمل حاجه كبيره. فادي واحد، واشدت بستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب افريقيا، حضرتك قلت انك راضي عنه. طبعا عمل جيم هايل طبعا، الفرقه تبقى بعيده انها تدخل وتكسب مصر على ارضها، ده حاجه كبيره جدا. جمال بالماضي المدير الفني للجزائر، جمال بالماضي واضح انه مدرب قدير، يعني قدم لنا كوره، قدم لنا فرقه كامله متكامله من وجهه نظري انا. طبعا التوفيق ده من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا شايفين فرقه الجزائر فرقه ما بين في ترابط ما بين المدير الفني واللعيبه، ترابط غير عادي ما شاء الله، في شخصيه، في شغل فنيات، في التوظيف، في حتى لما ريح الناس ريح ناس كلها عشان يكسب رضا الجميع ويعمل حاله من الحب وحاله من العدل، في شخصيته قويه، واقف هادي، في افعال. من اصغر المدربين في البطوله سنا، هو اعتقد عمره 43 او 44 سنه، واجره نصف اجر اجيري، بياخد 55000 يورو. لا عامل فرقه كبيره جدا، واعتقد ان فريق الجزائر مرشح بقوه ان يبقى البطوله. طيب هرجع للنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها قبل ما نتوقف مع الفاصل ولمشاهده التقرير. هل احنا عندنا اهتمام صراحه من الاتحاد والمسؤولين عنه في الفتره اللي فاتت وقبل القصه الحاليه والاستقالات وكل ما يحيط بالاتحاد حاليا، بتنظيم الامور ومن لجنه المسابقات بتنظيم امور الدوري وانتظام امور الدوريات الاقل سنا من الدوري الممتاز، ولا التركيز بس على الدوري اللي الاعلام متابعه والصحافه متابعاه ومهتمه؟ لا هو حضرتك انا كان نفسي يبقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا، وفيه اهتمام طبعا، لكن انا اهتمامي بفكري انا ليا دماغ بشتغل بيها، واشتغلت في منتخبين قبل كده، منتخب 89 90 ومنتخب 93 94، ودخلت على هذا المنتخب، فانا دايما بروح طالع على القطاع عشان اشوف المسابقات، ودايما بروح للانديه وبتواصل مع الانديه وانظم الامور وبوضع الفكر. الفكر ده مهم جدا ولازم الناس تتعاون فيه بشكل كبير جدا. يعني في وقت حياتك سبحان، بس انا بضغط شهر معين، بضغط شهر معين، ده فكر عندي انا ممكن يبقى لصالح اللاعب وصالح النادي
لان بطوله افريقيا بص كل 3 ايام مباراه. فانا يفيدني ان يبقى عندي شهر اللعيبه بتلعب فيها كل 4 ايام مباراه مثلا. الفكر ده ممكن ما يتطبقش. انا اقوله للصالح لازم يتنفذ، لازم الناس تساعدني فيه. زائد الاوقات، اوقاتنا يعني مثلا انا بفكري انا كل 10 كل شهر باخد 10 ايام، ما ينفعش اخد 3 ايام. 3 ايام هعمل فيها ايه؟ هعلم الولد فيها ايه؟ هصحح له فيها ايه؟ بيدوا لك اللعيبه تجمع. لا ده انا بقول مثلا ما ينفعش. لا ده انا بقول مثلا على مقارنه ان محتاجين وقت اكبر في كل تجمع. انا بتكلم لا هي الناس، لا مع احترامي مش الناس ساعدتني والناس وقفت والناس عملت لي، بس بتكلم عموما المطالب اللي هي ممكن تطور يعني. اه بحياتك من هنا تيجي. انا بتكلم عموما فالوقت مهم جدا، وفي نفس الوقت لما يجي لك مدرب عنده فكر وعنده لازم تساعده كويس. يعني الكره المصريه تصلح بفضل الله ثم عن طريق الناشئين، المنتخب، المدرب النادي، مدرب المنتخب، النواحي الاداريه، المساعده، الامكانيات، الملاعب، المعسكرات، النوم، التغذيه، حاجات كتيره جدا. ازاي التخصص الراجل برضو التخصص البدني ده مهم جدا للسن يا استاذ محمد، لان مهم جدا الولد يتعامل مع واحد فاهم هو بيعمل له ايه، ومع المدير الفني طبعا اللي بيشتغل ويطور له في جوانبه المهاريه والخططيه. كلها امور فيها تراوط ما بين الاتحاد وبين الانديه. هتلاقي امور احسن، هتلاقي كوره جميله، هتلاقي دوري، هتلاقي تنظيم، خد بالك هتلاقي مساعده. هو ده الناشئين. الناشئين في مصر والله العظيم موجودين، بس الوقت والنظام والترابط والحب والاحترام والاتفاق والفنيات. حتى سياسه ان حضرتك ممكن مدير فني يقعد مع 18 مدير فني لفريق عشان نقعد نوجه بعض وناخد من بعض، هو ياخد منه ناخد منه ونساعد بعض. وده المدير اللعيب ده كويس خلي بالك منه، بس ناقصه حته معينه، ده ناقصه حته معينه، ده زياده، ده هو ده الصح. طيب لو تغيرت الوجوه الموجوده حاليا في منظومه كل المؤسسات اللي بتدير كره القدم في مصر، واتوا بشخصيات اكثر كفاءه واكثر خبره، ووضع برنامج عمل، يعني تم ضبط الامور كلها اللي الناس بتشكو منها في الفتره اللي فاتت واللي كان نتيجتها هذا الخروج المهم من كاس الامم، حضرتك تتوقع لو اشتغلنا صح على مستوى الفرق الاولى فيرست تيم لاي نادي في الدوري الممتاز ومنتخبنا الوطني الاول والمنتخبات الاصغر سنا وقطاعات الناشئين ومسابقات، ممكن حال الكوره يتغير وشكل منتخبنا يتغير ومؤشر نتائجنا يبدا يعلى خلال قد ايه يا كابتن ربيع؟ احنا لو اشتغلنا صح لو جبنا طبعا ناس خدنا بالاسباب كلها، عملنا برامج العمل وبقى في لجان فنيه مفعله وفي تنسيق وفي اختيار عادل للكفاءات. اربع سنين نبدا نشوف نقله بقى في نقله كبيره جدا، فكافيين جدا حتى في مستوى منتخباتنا اللي بتدي لعيبه للمنتخب. كافيين جدا اربع سنين كافيين جدا، لان انت تنظم جانب الاداره وتشغل بقى شغل وتجيب مدربين هياخدوا وقت. خلي الوقت، ادي الوقت وانت تلاقي صوره مشرفه، بس ادي وقت كويس وخلاص. اربع سنين بس اللي حضرتك بتقوله ده محتاج تغيير. حضرتك بتطالب بتغييرات كبيره، تغييرات في طريقه العمل ومنهجيه العمل بشكل احترافي، تغيير كبير. انت عاوز بقى على مستوى كل، يعني انت قلت ناشئين وفريق كبير واختيارات ومدرب وناخد. احنا مش عايزين مدرب، عاوزين بطوله، عاوزين شغل صح. شغل صح مش هينفع في يوم وليله. خد بالك انا من وجهه نظري الوقت مهم جدا، تنظيم الوقت. اللاعب المصري لما بيلاقي الوقت وبيدفع عليه كويس قوي ويعرف يعني تركيز والتزام واصرار ورغبه وشغل، الموهبه المصريه عاوزه شغل في الملعب وعاوزه راحه وعاوزه التزام وعاوزه، هتلاقي اربع سنين ممكن يغيروا حاجات كثيره جدا. احنا محتاجين ان احنا نشوف زي بره. انا متعتقد لو جبت لجنه كبيره جدا وجبت ناس فاهمه وناضجه وعارفه وخططت ونظمت، اربع سنين هتلاقي الدنيا زي الفل باذن الله تعالى. ايه اللي شخصيا بتتمنى تقدمه للكره المصريه في الفتره الجايه لو انتظمت كل امور كره القدم في مصر وتم ضبط الامور اللي كانت مختله في الفتره اللي فاتت؟ انا كربيع ياسين يعني انا اتمنى من الله ان يوفقني مع هذا المنتخب واقدم جيل جديد لمصر يكون لصالح الكره المصريه، مصر اللي احنا عايشين في خيرها، مصر وطننا الغالي طبعا. فاتمنى من ربنا ان يوفقني واقدم جيل يتواصل مع اللي قبله واللي قبله واللي قبله ومع كل المدربين اللي كانوا قبلي ان شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت اتمنى كل الخير لمصر، للمنتخبات، للانديه، ان نلاقي دوري ممتاز في كل حاجه كويس، في سلوكيات واخلاقيات وترابط مهم جدا، في حب، في وطن، في مصلحه وطن. واتمنى كل الخير كل الخير لوطني الكبير مصر يعني. طيب ولو حضرتك بتوجه رسالة لكل اللي هيكونوا مسؤولين عن الأمور خلال المرحلة اللي جاية اللي قد تكون لسه ملامح اتحاد الكرة فيها مش واضحة في الفترة الجاية، ومين هيخش الانتخابات وشكل إدارة الأمور في الفترة الجاية، إيه اللي حضرتك بتطلبه سريعا لمنتخب الشباب اللي بيمثل مستقبل للكرة المصرية؟ لا بتطلب إيه للمنتخب؟ عايز إيه المنتخب الشباب اللي حضرتك مسؤول عنه؟ إيه الحاجات اللي مطلوب تتوفر له في الفترة الجاية عشان تنجح؟ ده بأمر الله تعالى ان انا بحط برنامج، البرنامج ده ان شاء الله الناس يساعدوني فيه بمشيئه الله تعالى.
كويس جدا والحق وقتي بس لان الوقت انا احب الوقت ان ما يسرقنيش فان يوفقوا لي على ان شاء الرحمن البرنامج اللي انا مقدمه وفي نفس الوقت على الجدول برضه اللي حاطه للانديه بمشيئه الله تعالى وبسرعه لان احنا متاخرين وبتمنى ان ربنا يوفقني ووفق جهازي ونعمل حاجه لمصري كويسه بمشيئه. سؤال اختتم بهذا الحوار، امنياتك لكاس الامم الافريقيه في مصر 2019 حتى رغم خروج منتخبنا لنجاح البطوله على ارضنا وبين جماهير. طبعا احنا نجحنا بامتياز في بصراحه حاجة جميلة جدا أبهرت العالم كله ما شاء الله افتتاح رائع حاجة استعداد واستادات ونظافة وبنية غير عادية ما شاء الله للمستقبل لا حاجة إبهار افتتاح وحاجة جميلة جدا والناس كلها متعاونة بشكر طبعا الجمهور المصري إنه راح وإنه عمل إن شاء الله يعني قدر الله ما شاء فعل خير إن شاء الله القادم بمشيئة الله تعالى وأتمنى كل التوفيق في إنجاح البطولة للنهاية وإن الجمهور يروح بمشيئة الله ويستمتع باللي موجود وأتمنى للفرقة العربية كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله أسعدتنا بوجودك معنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 الكابتن ربيع ياسين واحد طبعا من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية على الإطلاق واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بلا جدال. كابتن ربيع بشكر حضرتك على وجودك معنا وبتمنى لك كل التوفيق في مهمتك مع منتخب الشباب. شكرك موفق دائما شكرا سمع. شكرك كابتن ربيع شكرا مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعة نهاية هذه الفقرة وهذا الحوار مع الكابتن ربيع ياسين بشكر حضراتكم على المتابعة ولكن ابقوا معنا فقرتنا مستمرة وبعد الفاصل حوار آخر وضيف آخر من ضيوفنا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد صادق مع زميلي محمد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مجددا مرة أخرى في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي ليلة فقرة إعلامية رياضية لأن النقد الرياضي أو الإعلام الرياضي ليه دور مهم جدا في إلقاء الضوء على المشاكل والسلبيات وحتى لو في إيجابيات بيتم طرحها وإعلانها للرأي العام لكن الفترة الحالية فترة حرجة وحساسة بالنسبة للكرة المصرية وبالتالي مهم جدا الإعلام الرياضي في هذه الفترة يكون لديه رؤية للمرحلة القادمة وإذا كان هناك أي اتجاه في تعديل أو إجراء أي تغيير على متطلبات الكرة المصرية واستعدادات الأندية للبطولات الإفريقية وما سيطرأ على الكرة المصرية بعد رحيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم دورنا في الفترة الحالية إن احنا نساعد ويكون لنا دور إيجابي في هذه المسألة لإعادة البيت من جديد وإعادة ترتيب الأوراق من جديد بالنسبة للمرحلة القادمة لأن إعادة ترتيب الأوراق هيساعد الأندية المصرية أيضا ومن ضمنها بالتأكيد زي ما بيهمنا النادي الأهلي في المرحلة القادمة لذلك أنا بيشرفني في هذه الفقرة أن يكون معايا الناقد الرياضي الكبير والصحفي الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بأخبار الرياضة أستاذ محمد منورنا وشرفنا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك بما أنك طبعا كمدير تحرير لأخبار الرياضة لك شأن كبير في هذه المسألة ومتابع ما يحدث في الكرة المصرية أبدأ معاك بأهم تصريح صدر منذ لحظات قليلة هنتكلم على المنتخب وهنتكلم على ما جرى في بطولة الأمم الإفريقية لكن أنا معايا دلوقتي تصريح مهم جدا للمهندس هاني أبو ريدة بصفته عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي نشر منذ قليل على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم قيل فيه المهندس هاني أبو ريدة قال الأندية المصرية الوحيدة التي تم استثنائها من القيد الإفريقي أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثنائها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الإفريقي للموسم الجديد والمحدد ب 30 يونيو هو قال القيد الإفريقي و 30 يونيو وأضاف المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن المكتب انعقد منتصف هذا الشهر واستثنى الأندية المصرية ومنحها شهر إضافي تنتهي يوم 30/7 تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف إنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى يوم 5 أغسطس المقبل إلا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية طيب قبل ما اروح للاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بالاخبار ومدير تحرير اخبار الرياضه مهم جدا وانا بحدد العناوين اللي قالها او التواريخ اللي قالها المهندس هاني ابو ريده عشان الاستاذ محمد بالتاكيد هيشرح لنا بقى التفصيله فيما يتعلق بهذا التصريح اولا القيد الافريقي من 1/7 ل 30/7 هو مش ممتد من 30/6 ل 30/7 من 1/6 ل 30/6 ده مواعيد ارسال اسماء الانديه للاتحاد الافريقي اللي هتشارك في بطولتي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه طيب ده مواعيد القيد وفقا لجواب الكاف مش بقول حاجه من عندي طيب المواعيد متقسمه على ثلاث مراحل اول مرحله هتنتهي بكره
10-7 وده عشان تسجل فيها القائمة الأساسية اللي على الأقل هيكون فيها 23 لاعب ودي الناس المستمرة عقودها. طيب عشان تبعت ال 23 لاعب هل ده ينفع؟ لا مش هينفع. ليه؟ لأن طبعا القيد المحلي لم يفتح حتى الآن. طيب الفترة الثانية من 11-7 ل 20-7 الفترة دي هتضيف فيها وتحذف طبقا للصفقات الجديدة اللي هتم إبرامها خلال الفترة القادمة مع دفع غرامة $250. طيب ده هيحصل؟ لا مش هيحصل. ليه؟ لأن أصلا مفيش قائمة أساسية نضيف عليها ونبعتها للاتحاد الإفريقي. طيب الفترة الثالثة من 21-7 ل 30-7 دي الصفقات الجديدة اللي هتضاف بغرامة $500 لكن هتلعب معاك من دور ال 16. طب طبعا ده برضو مش هيحصل لأن مفيش أصلا قائمة اتبعتت قبل يوم 10-7. طيب أسامي الأندية المفروض كان يتم إرسالها لغاية يوم 30-6 وحسب ما أعلم إن في 58 نادي من خلال اتحادات أهلية أرسلت أسمائهم للاتحاد الإفريقي ما عدا الاتحاد المصري لكرة القدم. طب حتى هذه اللحظة الأندية المصرية خارج بطولتي أفريقيا سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية إلا وللاتحاد الكورة بعت ما يفيد رسميا بتحديد الأسماء للاتحاد الإفريقي. يعني 30-6 انتهى والاتحاد المصري ما بعتش. لو الاتحاد المصري بعت قبل 30-6 يبقى الأندية هتشارك، لو ما بعتش بعد 30-6 يبقى الأندية المصرية مش هتشارك. طيب مين الأندية اللي هتشارك في بطولات إفريقيا السنة الجاية؟ لغاية اللحظة دي ما حدش يعرف. يبقى مواعيد القيد ما نفهمش بالظبط ايه اللي حصل فيها، واسماء الانديه اللي هتشارك في افريقيا لغايه اللحظه دي ما نعرفش ايه اللي حصل فيها. استاذ محمد هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي حدد الانديه المشاركه في بطولات افريقيا ولسه الدوري ما خلص؟ هو بالطبع في القصه دي اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان دي كانت ازمه كبيره جدا واتحاد الكره مش عارف يخرج منها، وكان في توجهين. التوجه الاول ان الانديه اللي شاركت في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه الموسم اللي فات هي اللي هتشارك اوتوماتيك في الموسم الجديد. تمام. كان بطوله الدوري والكاس في مصر لم تقام وكان ما فيش ابطال ليهم وكلام من ده، بمعنى صح كان يبقى الاهلي والاسماعيلي في كاس في دوري ابطال افريقيا والزمالك والمصري في كاس الكونفدراليه. ده اذا اتحاد الكره ما ارسلش او ما حصلش على الاستثناء اللي كان بيتقال عنه انه الاتحاد الافريقي وافق. هل الاتحاد الافريقي وافق فعلا في جلسه موثقه في الشهر اللي فات ولا في نص الشهر اللي فات ولا قبل انطلاق امم افريقيا على استثناء الانديه المصريه من القيد، او سواء القيد انا بتكلم على قيد أو الانديه او ارسال اسماء الانديه، هل هو وافق رسميا فعلا طبقا لتصريح كابتن ابو هاني ابو ريده؟ وافق. طب فين المستند الذي ارسل؟ هل ابلغت الانديه المصريه كتابه بهذا الخطاب اللي جاي؟ مفترض لما يجي لك خطاب من الاتحاد الافريقي بيروح الاتحاد المصري بيتحول اوتوماتيك كده عن طريق السكرتاريه الى الانديه المختصه بان القيد تم استثناؤه لكذا وكذا وكذا، بان 30 يونيو دي مش اخر موعد للانديه، لا هيبقى 30/7. يبقى فيه هنا حته اداريه موجوده. الكلام ده اللي كان موجود هل هو كان كلام فك مجالش عشان ننهي الازمه قبل انطلاق بطوله افريقيا ولا كان كلام حقيقي؟ طيب التصريح الجديد بتاع الكابتن هاني ابو ريده، ايه المانع؟ ما المانع يرفق ان الموقع الرسمي لاتحاد الكوره ينشر صوره من القرار بتاع الكاف التنفيذي ويشرح لنا القصه اللي حضرتك تفضلت وقلتها ويبقى في جواب من الكاف ينشر على الموقع الرسمي لاتحاد كره القدم والجواب يكتب حاجتين بالظبط، ان في استثناء للانديه المصريه اللي هتتباعت اسمائها بعد 30/6 تمام، ان دول هيلعبوا في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، وهنا في سؤال والاستثناء الثاني اللي هيتكتب في الجواب يتقال القيد في استثناء في اللعيبه اللي هتتايد من 20/7 ل 30/7 يلعب مع الانديه المصريه في الفتره بتاعه الدور التمهيدي ودور ال 32 مظبوط؟ تمام، يعني الجواب اللي ينشر يبقى نازل بهذه الصيغه دي طيب اي حاجه غير كده يبقى كله كان كلام فك مجالس معناها ان في كارثه جايه. طيب السؤال بقى الاول، نفترض ان الاتحاد المصري خد لغايه 30/6 وبعت اسماء الانديه اللي هتلعب في دوري الابطال والكونفدراليه السنه الجايه، وقال اهلي وزمالك دوري ابطال وبيراميدز والمصري كونفدراليه، على اي اساس غير قانون بعت الاسامي دي والمسابقه لم تنتهي؟ طيب هيبقى اشتراكهم هيكون باطل، هيبقى على طول بيراميدز اول فريق يقدر يطعم في الكلام ده لانه المباراه ما خلصتش
لأن المباريات ما خلصتش فعلا، وإن ما يدريك إن ما يدريك إن الزمالك يخسر الثلاث مباريات المتبقية ليه هيطلع الثالث، هيفضل الثالث الدوري، كل حاجة واردة في الكورة. إذن بيراميدز ومن حقه يشارك في دوري الأبطال. ما يدريك إن ممكن نفس القصة دي، إن مفيش مسابقة كاس مصر عشان تقدر تقول الأول والثاني، أول الكاس وثالث الكونفدرالية وثالث الدوري. واخد بال حضرتك؟ يبقى المصري ممكن جدا ما يشاركش. بالظبط. ما يشاركش لأن مفيش مسابقة كاس، وأنت يبقى خدت ثالث الدوري ورابع الدوري وما خدتش الكاس، طب وليه ما ياخدش أول الكاس بتاع السنة اللي فاتت أو ثاني كاس السنة اللي فاتت وهو فريق سموحة؟ وما عندكش ترتيب نهائي للدوري لغاية دلوقتي. ما هو طبعًا، ما إحنا خلاص، إحنا الدوري مشكلته إن هو يحدد لك اثنين فقط لا غير لدوري الأبطال، أهلي وزمالك. طب هو الأهلي دلوقتي ضمن إن هو يشارك باعتباره جدلًا ثاني الدوري، لان هو الاول النادي الوحيد اللي ضمن يلعب دوري ابطال، لانه على الاقل الثاني، على الاقل مثلا الثاني. طب مين اللي هيشارك الفريق مع الاهلي الثاني؟ هل يشارك الزمالك اللي هو ممكن يبقى لو فاز بمبارياته الثلاثه يبقى الاول، ولا بيراميدز لو الزمالك اتغلب بمبارياته الثلاثه يبقى الثالث، ولا بيراميدز هيشارك؟ يبقى مين اللي هيشارك المقعد ده بين الزمالك وبين بيراميدز؟ وعشان كده القصه مش محسومه لغايه دلوقتي، وعشان كده قلنا لازم الدوري كان يخلص قبل كاس الامم، وعشان كده النادي الاهلي قضيته مشروعه. لا، كان بيبقى فيه نوع من انواع الترتيب الصح المنطقي عشان خاطر من نتجنب كل هذه المشاكل بما فيها القيد الافريقي اللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي راسنا من رجلينا فيه. طيب، هو قال كمان ان في استثناء في القيد الافريقي. هو قال اولا كمان، بس في موضوع الاستثناء هنا في جزئيتين، ان الناس بتنسى. وبطوله افريقيا دخلت وانشغلنا بالمنتخب والناس نسيت. اتحاد كرة القدم في بيانه اللي صدر يوم 10/6 قال ان في استثناء للقيد الافريقي يمتد ليوم 5 أغسطس. تمام. حصل. وفي تطمينات قالها المهندس هاني بوريدة للكابتن محمود الخطيب في الاجتماع ان الاتحاد الافريقي هيأجل القيد ل 5/8. طيب، قال النهارده المهندس هاني بوريدة، كنا نتمنى في نفس الصفحة الرسمية للاتحاد. ايوه، اتفضل يا استاذ محمد. قول، كان بيقول كنا نتمنى كنا ان يمتد القيد ل 5 أغسطس. معناها ان انت بتلغي كلامك الاديب اللي انت قلته ان في قيد ممتد لغاية 5 اغسطس. قال النهارده انه كان يأمل ان تمتد المهلة الإضافية ليوم 5/8. طب ما المهلة الإضافية ما امتدتش ل 5/8، الوضع ايه؟ بيتقال في الكواليس ان من 20/7 ل 30/7 لا تأيد لعبتك. عشان كده النهاردة مباراة الأهلي والزمالك بعد ما كانت 30/7 رجعوا بالتاريخ 3 أيام عشان تلحق الأندية تسجل في آخر 3 أيام. طيب، أنا هسجل لعبتي من 20 ل 30، اللعبة دي ليها الحق أنها تلعب دور التمهيدي ودور ال 32 ولا لا؟ طب الاتحاد الأفريقي هيديك استثناء، ممكن يا اتحاد يا مصري أو كان مدير تنفيذي العميد ثروت سويلم يطلع ورقة رسمية جات له من الاتحاد الأفريقي إن النادي الأهلي لو سجل لعبته بعد يوم 28/7 هيلعبوا معاه دور ال 32. لان لو حصل غير كده والاهلي اعتمد على كلام الاتحاد المصري ولعب، النادي اللي انا هواجهه في دور ال 32 يعترض ويطعن على النتيجه لو انا كسبت ويستبعدني من البطوله، لان هنا ما فيش استثناء في القيد. ما هو كده في اخلال بمبدا تكافؤ الفرص. بتكافؤ الفرص والعداله. بالظبط. هو القصه كلها دلوقتي بتتوقف على الاتحاد الافريقي، اذا كان يقدم طوق النجاه لاحد اعضائه اللي هو الكابتن هاني ابو ريده، يقدمه في صوره قرار رسمي عشان حتى لو حد اعترض بعد كده من الأندية الأخرى أو من الأندية المتنافسة اللي هتقابل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو المصري أيا كان، يبقى في مبرر. احنا لا، بالعكس، احنا عندنا قرار من الاتحاد الأفريقي بكده واحنا ماشيين بقرارات الاتحاد الأفريقي. بالظبط. يبقى حتى النادي اللي هيلعب قصاده لما يطعن على حاجة، يبقى عندنا قرار بتاعي، يطعن على قرار الكاف، ما يطعنش على مشاركتي، الكاف ما يطعنش على مشاركة الأهلي في البطولة. بالظبط. طب الأدهى من ده، هو مش كان يجب على الاتحاد الأفريقي أو قصدي الاتحاد المصري ما تبعت اخر اسماء انديه لعبت في بطوله افريقيه عشان لو الدوري خلص وحصل تعديل انت مأمن نفسك؟ يبقى انت مأمن نفسك. بالظبط. دلوقتي انت حطيت الاربع انديه اللي هيلعبوا دوري ابطال الكونفدراليه على المحك. بالظبط. وهو طبعا هو بيعمل اعمال المنطق وليس الواقع. يعني بيقول لك منطقيا الاهلي الاول والزمالك الثاني، او الزمالك الاول والاهلي الثاني، خلاص ما بيراميدز بره القصه خلاص، والقصه ما فيش ما بيحطش يعني نظر اخرى. النهارده لما يجي يقدم مباريات الدوري 48 ساعه، 48 ساعه دي بقى اللي كشفت كل حاجه. طبعا دي بقى لو ان الاداره سليمه والاداره كويسه وحساسه وعندنا ناس بتقيسها بالمازوره يعني كده، كان يقول لك ايه؟ ان الجدول المباريات المتبقيه هي كذا وكذا وكذا في حاله وصول مصر للمباراه النهائيه. في حاله لا قدر الله
خروج منتخب مصر من دور الستاشر يبقى تقدم 48 ساعة، في حالة خروج مصر من دور الثمانية تقدم لمدة 24 ساعة، ويحط كل السطور ويحط كل الاحتمالات. بما انه ما حطش كل الاحتمالات دي وراح حط جدول من عنده وجاي النهارده بيلحق نقدر نقول بيتراجع عن الجدول ده وبيقدم طب نفترض ان الاهلي والزمالك كانوا مرتبطين بمعسكرات في الخارج لغايه يوم 24/7 25/7 بالظبط، تذاكر طيران وتأشيرات كنت هتجيبوا ايه؟ هتجيبهم ازاي عشان خاطر يلعبوا؟ يعني ما تقدم لهم 48 ساعة، كنت هتجيبهم ازاي؟ بالظبط. نفترض ان فيه برامج محطوطة اعداد اللاعبين على مراحل والكلام من ده، او اللاعبين الدوليين هتجهزهم على مراحل، انت بتقدم 48 ساعة طب واحنا والفرق مش مستعدة، هيبقى مين اللي يتحمل هذا يعني التخبط موجود من الأول، وهو ده بيت القصيد اللي خرجنا من بطولة أفريقيا. طيب هزيدك من الشعر بيت. اتفضل. كان في جلسة في مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة قضية الأهلي اللي رفعها بخصوص هذا الموضوع ضد اتحاد الكورة. واتحاد الكورة في بيانه الرسمي اللي صدر يوم 10/6 وقال فيه 5/8 مد القيد الإفريقي، مركز التسوية والتحكيم طلب من اتحاد الكورة في الجلسة دي أنا فاكرها أيوة إن اتحاد الكورة يقدم ما يفيد رسميا أيوة يوم 2/7 في الجلسة اللي كانت يوم 2/7 في مركز التسوية والتحكيم بيقول فيها صحة المعلومات اللي ذكرها اتحاد الكورة في بيانه بمد القيد الإفريقي ل5/8. جه يوم 2/7 والناس مشغوله ببطوله الامم الافريقيه واللجنه الاولمبيه او مركز التسويه كان عنده اجتماع وكان عنده جلسه في هذا الشان والنادي الاهلي حضر واتحاد الكره ما ارسلش اي حاجه وما بعتش ما يفيد ان في تاجيل للقيد يوم 5/8 وما بعتش ما يفيد من الاتحاد الافريقي ان في استثناء الانديه المصريه. ممكن مركز التسويه رفض هنا الشق المستعجل وقال لك احلها للموضوع ولسه هتحدد لها جلسه ثانيه، ودي للاسف برضو مشكله كبيره طبعا. لكن الاتحاد المصري ما قدمش في حيثياته ما يفيد بصحة ما كتبه في بيانه الرسمي. إذن النادي الأهلي كان موقفه القانوني سليم 100%. شوف احنا دلوقتي مش في مجال تأكيد ان الأهلي في موقفه سليم فيها، كل الناس عارفة والأيام بتثبت، كل الناس عارفة ان الأهلي كان على حق في كل الخطوات اللي اتخذها، وكل الناس عارفة ان البيان الذي صدر عشان خاطر الأهلي يتراجع عن موقفه كان من أجل مصر أو من أجل تنظيم مصر بطولة أفريقيا، وكل الناس عارفة أن الأهلي التزم الصمت طبقا الاتفاقيات اللي قالوها اللي قالها هاني أبو ريدة وكلام من ده عشان خاطر المركب تعدي عشان ما نبوظ ما نضربش كرسي في الكلوب في البطولة الأفريقية اللي كل الناس كانت مرتقبها، كل الناس عارفة هذا الكلام. لكن قول لنا احنا دلوقتي احنا في المأزق ده مين اللي هيحله وقد رحل اتحاد الكرة بذنوبه بعيدا عن الجبلية، مين اللي هيحل موقف ده؟ كل الأزمة دي كلها مين اللي هيحلها؟ مين اللي هيحلها؟ هل مدير الاتحاد اللي هو العميد ثروت سيويلم هو اللي هيحل كل القصة دي كلها؟ ولا هنستعين بصديق اللي هو الصديق الكابتن هاني أبو ريدة اللي احنا قلنا له استقيل واستقال وكذا وكذا وكذا، كنا بنقول له تعالى والنبي الحقنا ده احنا في ازمه، تعالى هات لنا جواب من الكاف، لو النبي كلم لنا الفيفا عشان يعتمد لنا القيد الافريقي، لو مش عارف ايه وكلام من ده، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ مفترض ان يكون فيه مجموعه عمل دلوقتي فورا تروح الجبليه عشان تدير الازمه اللي موجوده اللي هي خلال الساعات اللي جايه ممكن تبقى ازمه كبيره جدا وتهدد الانديه المصريه. انا شايف ان الموضوع خلاص خرج من ايديهم. كان عندهم وقت مناسب لحل الموضوع ده وطلعنا في شهر 4 قبل بطوله افريقيا بشهرين وما كانش لسه المنتخب بيستعد ولا كان في اي حاجه، قلنا يا جماعه في جواب اتبعت لكم في شهر 4. طب والله العظيم يا استاذ محمد انا مكلم مجدي عبد الغني في القصه دي وسالته على الموضوع ده في شهر 5 قال انا ما اعرفش الجواب ده معناه ايه والجواب ده انا ما شفتوش. قلت له يا كابتن مجدي مش حضرتك عضو مجلس اداره؟ مش المفروض لما بيجي لك جوابات من الاتحاد الافريقي اللجان بتعرضها على المجلس في اجتماعه؟ قال لي ما جاتلناش حاجه بالشكل ده. قلت له يا كابتن في مواعيد اتحددت عشان البطوله الافريقيه مواعيدها اتغيرت؟ قال ما نعرفش عنه حاجه. طلعنا اتكلمنا وقلنا في الاعلام يا جماعه في مشكله في 1 2 3. لما المشكله كبرت والنادي الاهلي قال لهم يا جماعه احنا داخلين في ازمه كبيره اجتمعوا وطلعوا بيان وسط البيان اتقالت معلومات النهارده بينفوها بنفسهم. طب حلها ازاي؟ يعني ايه هتتحل ازاي؟ هيرجع للاتحاد الافريقي. طب الاتحاد الافريقي عنده جمعيه عموميه يوم 18/7 ومش فاضيلك. الاتحاد الافريقي اصلا من اول 8 من تحت اشراف من الاتحاد الدولي بعد ما تحت اشراف الاتحاد الدولي فاطمه سموره فما فيش اجتماعات مكتب تنفيذ هيناقش فيها الامور الفنيه لان خلاص عندهم حظر مالي واداري من عندهم خلال عندهم لجان تفتيش يعني لجان تفتيش معنى الكلمه بالظبط. لا 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 لجان غربله مش فاضيه عشان خاطر تشوف القيد الاستثنائي بتاع الفرقه المصريه مش فاضيين هم الكلام خلاص ده خلاص دخلوا في مرحله مش فاضي جيل مهمه تانية خالص بالظبط. وبعدين هتيجي تقول له لك لا 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 لا
انا قدامي ملف اخطر من كل الكلام ده، قدامي ملف اخطر اللي هو الاتهامات الموجهه للاتحاد الافريقي. فانا ماليش علاقه بقصه القيد وكذا وكذا، اللجان دي عاملاها ما اعرفش في استثناء ولا فيش. احنا دلوقتي على المحك، مش عارفين راسنا من رجلينا. المفترض النهارده، وده مش عيب ابدا انه يبقى في حد كبير يتدخل ويقول الاتحاد الافريقي قول لنا القصه دي موقفها ايه، عشان خاطر ما نقعدش نسرح بالتصريحات ونقعد ناخد كلام. والاعلام، الاعلام سهل جدا هو يتكلم وسهل جدا هو ينتقد المواقف، مش مشكله. لكن انت عايز قدام ازمه كبيره جدا عايز تتحل، عايز تعرف راسك من رجليك، عايز تعرف انت هتقيد الناس دي بغرامه ولا من غير غرامه، هتقيد صفقات جديده ولا لا، طب لو لعبت موقف قانوني ولا مش قانوني. كل الحاجات دي لازم يجاوب عليها صراحه من الاتحاد الافريقي لكره القدم. والاتحاد الافريقي يعلم تماما ان مفيش مجلس اداره للاتحاد المصري، يعني مهم، يعني اصبح هو دلوقتي المباشر، احنا وجها لوجه مع الاتحاد الافريقي. لو الاتحاد الافريقي فتح الاستثناء، اي لعيب هيتقيد من 20 ل 30 سبعة عشان يلعب معاك التمهيدي والدور ال 32، ده لازم يسري على كل الانديه مش الانديه المصريه فقط، لان هنا قرار الاتحاد الافريقي هيخل مبدا تكافؤ الفرص. انا كنادي اثيوبي او نادي جزائري او نادي موريتاني العب مع الاهلي او الزمالك في البطوله الافريقيه، انا التزمت بالمواعيد وبعد 20 سبعة لو ايدت حد العب من دور ال 16، واللي قدامي ايد بعد 20 وهيلعب قدامي، فين تكافؤ الفرص؟ مفيش تكافؤ، ما هو طبعا احنا اتفقنا، بس هو نفترض ان الاتحاد الافريقي عملها وهو اللي يتحمل المسؤوليه، يبقى يطلع بقى ورقه رسميه بتاعته. اهو كده، لو هو بعت لك ورقه رسميه يبقى هو اللي هيتحمل المسؤوليه، مش انت كاهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري او بيراميدز هيشارك في بطولات يتحمل المسؤوليه، يبقى يتحمل المسؤوليه الكاف بس، يبقى انت مش هتصاحب عليك حاجه. يبقى البيان او التصريح المهندس انا بريده اللي طلع من ساعه على موقع الاتحاد كان لازم يرفق معاه ما يفيد خطاب من الاتحاد الافريقي انه وافق قبل كده مسبقا على كذا وكذا. ولكن النقطه الصغيره اللي هي دي ماشي هنتنازل عنها، اللي القيد لغايه 5 اغسطس لا ما قدرناش نعملها خلاص ماشي، خليها لغايه 31 سبعة ماشي اوكي، بس يطلع جواب رسمي او قرار رسمي من الكاف يوجه الى الاتحاد المصري، والاتحاد المصري يتفضل زي ما هو بينشر بيانات على الموقع بتاعه ينشر لنا صوره الجواب، ويبعث صوره الجواب ده للانديه المصريه المختصه اللي هي بتنافس بطولات افريقيا او اللي هي منتظر ان هي تشارك في بطولات افريقيا عشان تبقى عندها علم بيه وتبدا تشتغل على اساسه. طيب انا هكمل الموضوع دوت، بس الاول مهم جدا اروح اسبانيا بسرعه عشان برضو نطمن على استعدادات فريق النادي الاهلي. ومعايا طبعا بالتاكيد في بث مباشر من مدينه اليكانتي في اسبانيا عبر التي في لايف زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا محمد، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب بنقيدنا الكبير الاستاذ محمد صادق. وزي ما انت قلت من اليكانتي في اسبانيا مقر او معسكر اقامه النادي الاهلي، يعني اكيد بنكون معاكم في الرسائل المستمره بنقول لكم كل اللي بيحصل وكل اللي بيكون موجود هنا في معسكر النادي الاهلي في مقر بعثه الاقامه. من مباراه امس احنا عارفين ان الفريق النهارده ادى تدريبات صباحيه، بعديها كان يوم فري لعيبة من حقها يعني تخرج أو تمارس يومها بشكل عادي جدا علشان يعني الحمل اللي موجود في التدريبات والمشقة اللي موجودة في التدريبات الأخيرة تبدأ أنها تخف من عليهم. اللعيبة تجولوا في أماكن مختلفة، عملوا بعض الشوبينج، كل اللعيبة كانوا حريصين ان هم يغيروا جو، كل اللعيبة كانوا حريصين ان هم يخرجوا يعني لعدة ساعات بسيطة جدا برا جو التدريبات والمباريات. النادي الاهلي بيستعد ايضا للقاء هيكون يوم الخميس، تاني اللقاءات الوديه في معسكر وبرنامج الفريق في اسبانيا امام فريق نيوبورت الانجليزي احدى فرق الليج 2 او الدرجه الرابعه الانجليزيه، علشان يكملوا في نفس البرنامج اللي طلبه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وبنفس الحمل التدريبي. ودي نقطه مهمه جدا يا محمد، واكيد طبعا كل اللي بيتفرجوا علينا عارفين ان فتره الاعداد بتكون ليها معدلات حمل تدريبي معين علشان خاطر اللعيبه تقدر توصل لقمه اللياقه البدنيه. واحنا كمان عندنا موسم صعب، موسم لسه ما انتهاش وموسم لسه بيبدا، وبالتالي كل التدريبات اللي موجوده وكل الاحمال اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني
تحت قيادة مستر مارتن لاسارتي. إن شاء الله بكرة هنكمل تدريباتنا عادي جدا بفترتين، فترة في الصباح وفترة في المساء. كل الأمور ماشية على ما يرام، كل الأمور ماشية بشكل أكثر من ممتاز، كل الأجواء زي ما أنا قلت وزي ما زميلي العزيز اللي هيكون معاك أو هيكون على قناة الأهلي بعد شوية مع كابتن إسلام شاطر في لقاءات حصرية ومهمة. ودايما بنقول لمشاهد قناة النادي الأهلي طيب عمر هتكون عايش معنا في المعسكر، هتعرف كل الأخبار، هتعرف كل الأحداث، هتشوف. اتفضل يا محمد معاك. طيب عمر، النهاردة اتحاد كرة القدم بما أنك بتتكلم على نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم القادم والنادي بيستعد بالتأكيد للمرحلتين، النهاردة اتحاد كرة القدم عدل في مواعيد مباريات الدوري القادمة، مباراة المقاولين ومباراة الزمالك، وتم تبكير المواعيد تقديمها لمدة 72 ساعة. تمام. بحيث أن مباراة القمة بدل ما كانت تتلعب يوم 30 هتتلعب 28. تمام. وهيبدأ مباراة المقاولين يوم 24 بعد ما كان هيلعبها يوم 26. مظبوط. مارتن لاسارتي الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني تعليقاتهم على هذا الموضوع في ظل كمان أن النهاردة أو من شوية كان في تصريحات في الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة بيتكلم على أن القيد الإفريقي والاستثناء، والكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اللي احنا عدلنا المواعيد بسبب مواعيد القيد الإفريقي. ردود الفعل داخل الجهاز الفني على الموضوع دوت، وبالتأكيد ده متعلق بالقائمة والموسم الجديد اللي موجودين مع البعثة دلوقتي في أسبانيا. طبعا انت عارف يا محمد ان النادي الاهلي يعني الامور يعني عندنا بتتاخد بشكل مختلف، دايما التعليقات او دايما الامور بتكون الاول بيكون في اجتماعات، بيكون في مشاوره، بيكون في اخذ للاراء، وبعد كده بيتم الابلاغ بيها سواء للصحفيين الزملاء او سواء للبعثه الاعلاميه بشكل عام او لقناه الاهلي بشكل خاص. لكن لسه لحد دلوقتي انا كنت بسال الكابتن سيد على بعض التعديلات اللي هتكون موجوده بالظبط بسبب المباريات اللي تم تقديمها. قال لي بكره ان شاء الله هتعرف كل الامور وكل الاخبار وكل البرنامج اللي هيكون طبعا بالشكل الجديد بتاعه. بتكلم من ناحيه الاحمال، بتكلم من ناحيه الايام اللي ممكن يكون فيها فري داي للعيبه كلها، وبالتالي بكره ان شاء الله هنعرف كل ردود الافعال وهنعرف ايه اللي هيحصل، سواء القايمه سواء الاستعداد للقاءات بشكل مختلف. انت عارف محمد ان دايما لاعب كره القدم او المدير الفني بيحط خطه تدريبيه بناء على ايام المباريات وفترات الراحه اللي موجوده ما بين التدريبات المسائيه والصباحيه وايضا المباريات الوديه. وكمان زي ما انت عارف ان مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني كانوا حريصين او بيكونوا حريصين دايما ان هم يعملوا تدريب صباحي وبعد كده بيلعبوا مباراة في المساء، وبالتالي الأمور بتكون مختلفة في النادي الأهلي زي ما أنا قلت لك. لكن لسه ما عندناش ردود أفعال صريحة، ما عندناش ردود أفعال واضحة للجهاز الفني أو لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لكن أعتقد أن بكرة بالكتير جدا زي ما احنا متعودين دايما أن كل حاجة عندنا هنا بنظام، كل حاجة بنعرفها في الوقت المناسب. علشان كده بقول لك دايما أن احنا على قناة الأهلي يا محمد سواء أنت موجود أو أي زميل عزيز هيكون موجود، دايما هيكون عندنا كل الجديد، كل الحصريات، حتى في الحوارات والسهرات هتكون إن شاء الله حاجة يعني طريق بقناة النادي الأهلي وحاجة طريق للمشاهد الأهلاوي. وإن شاء الله أيا كان محمد بقى المباراة قدمت المباراة أخرت، هنا عندنا شعار واحد في المعسكر، بطولة الدوري العام المصري الحالية بطولة أهلوية إن شاء الله. كل اللعيبة متعهدة على الكلام ده، كل اللعيبة متعاونة، اللعيبة في روح تعاون كبير جدا وروح تنافسية علشان كله يكون جاهز 100% في أولى لقاءات الأهلي في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب. مش طول عليك ولا طول على الاستاذ سؤال محمد أخير. صادق سؤال أخير، لكن يا عمر عايز اقول لكل مشاهدي قناه الاهلي انتظرونا ان شاء الله في برنامج. اتفضل يا محمد معاك. اتفضل. اللاعبين الدوليين متى سيلتحقوا بالمعسكر؟ هل في امكانيه ان هم يكونوا موجودين ان شاء الله على المباراه الثالثه الوديه، ولا هيكونوا مع الفريق ان شاء الله لما يرجع القاهره؟ طيب بالنسبه للعيبه الدوليه، هو اللاعب الوحيد اللي هيكون موجود بكره 100% هو جيرالدو ان شاء الله، اللاعب الأنجولي اللي ما توفقش مع منتخب بلاده وبالتالي بكرة إن شاء الله هيكون موجود في المعسكر. نقطة مهمة اتكلمت فيها وعايز اتكلم فيها، علي معلول ومنتخب تونس. بصراحة علي معلول يعني امبارح هو بيشاهد مباراة منتخب تونس كان متحمس جدا، كان مبسوط جدا، كان فرحان بتأهل المنتخب التونسي، مش هو بس، ده كل بعثة النادي الأهلي المساندة
للمنتخب التونسي اللي شاركت معاه وشاركت فرحة علي معلول بفوزهم أو الفوز الغالي على منتخب غانا في دورة 16 في بطولة الأمم الأفريقية. أما اللعيبة الدولية محمد أنت عارف أن في شوية إجراءات خاصة بالتأشيرات ولسه مستنيين الإجراءات هنشوف هتخلص على إيه. هل الإجراءات الخاصة بالتأشيرة بدولة أسبانيا ممكن تخلص قبل المباراة الثالثة زي ما أنت قلت ولا مش هيلحقوا وبالتالي مش هيكونوا موجودين في المعسكر؟ كل الأمور بتدار بشكل جيد جدا ما بين الجهاز الفني والإداري. تعرف أن الإداري والفني جزء مهم جدا في التنسيق ما بين اللاعبين وأيضا في التنسيق ما بين السفارة أو القنصلية الأسبانية. القنصل طبعا متعاون مع بعثة النادي الأهلي وبيحاول جاهدا أنه هو يحاول على قد ما يقدر أنه يطلع التأشيرات للأربع لعيبة اللي هيكونوا موجودين إن شاء الله في المعسكر إذا يعني نجحوا في إجراءات الخاصة بالتأشيرة علشان يكونوا موجودين. ما حصلش يبقى ماشيين زي ما احنا وإن شاء الله لما يرجعوا مصر هيلتحقوا بالبعثة. لكن أكيد في أمور تنسيقية تدريبية ما بين اللعيبة الدوليين وما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي. طولت عليك يا محمد معلش. طولت على استاذ محمد. بشكرك يا عمر. عايز بس اقول لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يا محمد ان شاء الله هيكون مع الكابتن اسلام الشاطر في برنامج الكيان الزميل العزيز كريم احمد وهيكون معاه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي او بعض اللاعبين من النادي الاهلي وزي ما احنا متعودين مستمرين في رسائلنا اليوميه. بشكرك يا محمد شكرا جزيلا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وكل التوفيق ليك يا رب انت طبعا وزميلنا كريم احمد وانتظر ان شاء الله زميلنا العزيز كريم احمد في كان 2019 مع الكابتن اسلام الشاطر ولقاءات حصريه مع لاعبي النادي الاهلي في معسكر اسبانيا بمدينه اليكانتي استعدادا للموسم الجديد. لايف مهم جدا من زماننا عمر حطنا طبعاً في الاجواء وطمنا على اللعيبه وكمان نقطه مهمه علي معلول اتفرج على ماتش تونس بالامس امام غانا وحاله فنيه جميله علي معلول شخصيه جميله طبعاً. مبسوط ان حتى المنتخب التونسي بيكمل مهما كانت الخلافات بينه وبين المدرب برضه ده اسم بلده بالتأكيد. ده اسم بلده واسم منتخب بلده وهو نجم ما زال في الملعب ودوره جاي وتصفيات افريقيا 2021 جايه وتصفيات كاس العالم وهيرجع بالتاكيد وياخد مكانته في منتخب تونس. التفاصيل الصغيره والكواليس اللي بتبقى جوه المعسكر دي مهمه جدا الناس مش شايفاها فبتبقى حلوه الناس تعرف في كل لاعب بيفكر ازاي وقاعد بيعمل ايه الشيء جميل ان انت تقول للجمهور نفس يعني الاحساس ده يعني صح. احنا ممكن جدا نروح نعمل معسكر ومحدش يسمع حاجه عن المنتخب الجمهور بيبقى الان مين كويس مين وحش مين مصاب مين مجهد مين مش عارف ايه يا اما انت النهار امبارح تشوف مباراه للاهلي بيلعب فيها كل اللعيبه وبيجرب فيها كل الاوراق الموجوده بخلاف الدوليين طبعا وبيجيب 9 اجوان وبتلعب وحاله فنيه وفي نوع من انواع الانسجام الجمهور بتبقى رساله جميله جدا للجمهور بيوصل بيبقى في نوع من انواع الاطمئنان ان انت ماشي على الطريق الصحيح. طيب هنقف عند هذه الجزئيه ومساله الدوري والموسم الجاي والقيد والتصريح اللي خرج من المهندس هاني بريده ونروح لجزئيه ثانيه متعلقه بالمرحله القادمه مع المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي. قبل ما تجاوب نروح نشوف في التقرير الجمهور رايه ايه في مساله المدرب الوطني ولا الاجنبي وكمان الرؤيه العامه في هذه الجزئيه بالنسبه للمنتخب الوطني خلال المرحله القادمه. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بعد هذا التقرير. مدرب اجنبي بس ان شاء الله يكون ليه سي في قوي زي المنتخبات الكبيره عشان يحقق معانا حاجات كويسه يعني عشان على الساحه دلوقتي ما فيش مدرب محلي قوي يعني دلوقتي خالص يعني مثلا لازم يكون مدرب اجنبي كويس جدا عشان مش اي اسم خلاص اجيري كوبر ناس ما حققتش اي بطولات ولا اي تاريخ عايزين مدرب قوي حقق بطولات ويكون عارف افريقيا. مدرب وطني مصري وده لتجربتين 98 كابتن الجواري رحمه الله عليه قدر ان هو ياخد بطوله 98 في بوركينا فاسو مدرب وطني وصلنا لكاس العالم. كابتن حسن شحاته كسب 3 بطولات 2006 2008 2010 وكنا على اعتاب كاس العالم لولا ظروف معينه هو ماتش بس اللي فرق مع المنتخب ماتش الجزائر. ان المدرب الوطني بيحس باللعيبه بيبقى قريب جدا منهم يعني كابتن حسن شحاته كان بيعمل حاجه جميله جدا كان بيسمع اللعيبه قبل ما تنزل الملعب اغاني وطنيه اللعيب بينزل عايز ياكل النجيله. يعني انا شايف مدرب مصري هيكون عنده حماس اكتر يعني هيكون على الاقل اللعيبه في بينهم تعامل احسن معروف بالنسبه للعيبه الاختيار بتاع اللعيبه هيكون افضل لانه مدرب مصري فعارف اللعيبه كويس جدا
تمام، هيكون في حتى المساعدين بتوعه اكيد هو اختار مصريين مش هيجيب اجانب، فبالتالي هيكون في يعني حتى الاختيار بتاع اللعيبه هيكون ادق، هيكون احسن، هيكون عارف حافظ اللعيبه كلهم، عارف ده مكانه فين، ده بيلعب ازاي، الاصح مين للمكان نفسه، خط وسط دفاع هجوم، هيبقى عارف مين بالظبط الباكات بتاعتنا كويسه. فانا شايف مدرب مصري الفتره الجايه احسن بكتير. يعني مدرب مصري طبعا اكيد، لان المدرب المصري عارف نوعيه اللعيبه، والمدرب المصري عنده يعني داتا كده عن كل اللعيبه من طبعا من زمان، فهو يقدر يعني اكتر واحد خبير بانه يعني يختار اللاعب يعني اختار امثل، وده طبعا اللي خلى منتخب الجزائر يوصل بعيد زي ما احنا شايفين باعتمادهم على مدرب وطني اللي هو جمال بالماضي. فاحنا لما كنا معتمدين على مدرب مصري كان منتخب ماشي وكان نتائجه جميلة جدا وكان أداؤه عالي في كل البطولات، لكن طبعا لما الجيل انتهى احنا فكرنا بقى ان احنا نعتمد على مدرب أجنبي، ولحد دلوقتي مش شايفين طبعا المنتخب المصري لسه مش هو ده أداء منتخب مصر اللي احنا نتمنى يعني ان المنتخب يكون عليه. مدرب فني أجنبي أكيد، لأن مدرب فني أجنبي ما عندوش اي جميل على الدوله ده، يعني بيكون لي وجهه نظر معينه، لكن المهم يعني مش وجهه نظره بس، وجهه نظره يكون مستقل لنفسه، ما يكونش اي حد يعني اجبر على شيء معين زي الاتحاد اللي استقال او الوكيل ده اجبر على ناس معينه. مدرب مصري افضل لانه حافظ اللعيبه المصريين وعارفهم. يعني عندنا حسن شحاته مش محتاج العمليه كلام خالص، كابتن حسن شحاته خد كذا مره مع المنتخب بطوله الامم الافريقيه والحمد لله فضل ربنا كسبها، وازاي عرف في وقت معين بالتيم بتاع حازم امام وهاني رمزي انه يعني كان مستوانا فعلا كان وحش جدا، وقلنا احنا رايحين وراجعين انجولا بدون البطوله، الحمد لله فضل ربنا وفقنا وخدنا البطوله وقدمنا عروض كويسه جدا. مش عارف يعني المدرب اللي جا ده او مشي ما فيش ولا فترة إعداد ولا في أي حاجة ولا في انسجام في الفرقة، وبعدين اختيارات مش مظبوطة خالص. لو أجنبي عنده الشخصية اللي هو يقدر يدي الروح تاني للعيبة والجمهور والثقة للجمهور في اللعيبة وقدراتها، يبقى ده يبقى أفضل يعني من المصري. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، وسمعنا فيه راي الناس في الشارع في مساله المدرب المصري ولا المدرب الاجنبي، المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي لقياده المنتخب خلال الفتره القادمه. لكن اسالي للاستاذ محمد صادق اعمق من كده، هل المشكله في فكره مين يتولى المنتخب، مدرب وطني ولا اجنبي، ولا الفكره في حد ذاتها المعايير اللي ممكن او المشروع اللي ممكن نعتمد عليه في اختيار مدير فني المنتخب مصر؟ كويس قوي، انت وصلت اللوب الموضوع اصلا. يعني الحاجه اللي احنا ما عملناهاش من 20 سنه وكنا هنعملها وبعدين تراجعنا عنها عشان خاطر يبقى في ناس في الاضواء وناس لا، ان انت لازم يكون عندك يعني عقل مفكر لاتحاد الكره، مدير فني على مستوى عالي جدا من النضج الفني، ومعه لجنه فنيه بتدير القصه بتاعت المنتخبات وكذا وكذا. الكلام ده كان طرح وكان مفترض ان الكابتن الجوهري يعمله، والكلام بتاع 2001 و2002 و2003 والقصه طفشوه ازاي والحاجات دي كلها، دي القصه الاساسيه هي اللي تقدر تقول يعني يكون عندك مدير فني كويس جدا وله صلاحيات، مش مجرد مدير فني بياخد مرتب وبيروح يمضي زي الموظفين، له لجنه فنيه بيرجع ليها بيتناقش معاها، لجنه من ناس كبيره قوي، ناس ما لهاش مصالح، ما لهاش في الميديا وما لهاش عايزه تطلع في برامج رياضيه وتلفزيونيه وفضائيه، ناس يعني عندها الخبرات متراكمه، عندها خبرات رياضيه والكلام من ده كله، وفي اسماء كتيره موجوده. هذا الموضوع ده هو ده بقى يجي يحدد لك، يقول لك لا احنا بقى هنتجه للمدرسه الاجنبيه، يبقى نشوف السير الذاتية نختار نعمل كلام من ده، ما يبقاش فيه عضو اتحاد كرة قدم كان رئيس نادي أو مركز شباب في قسم الثالث ويجي ربط 20 نادي وعطوله أصوات وخد 20 من الناحية الثانية وبقى عضو اتحاد كرة القدم، هو بقى اللي يقول لك لا احنا نجيب الراجل المكسيكي ده كويس قوي، ده عمل شو مع المكسيك في كأس العالم وخلاص، ده كل علاقته بالفنيات. واخبار حضرتك لا، ده يبقى في لجنه فنيه، في مدير فني لاتحاد كره القدم. يعني احنا النهارده عايزين نبدا من الصفر، نبدا انت بتقولت في اول حلقه ترتيب البيت، ترتيب لازم تبدا من الصفر، لازم يبقى في لجنه فنيه، لازم يكون في مدير فني لاتحاد كره القدم، ياخد زي ما ياخد
ياخد مرتب زي ما هو عايز، معاه لجنه فنيه تاخد مش متطوعه، لا تاخد مرتب وكل حاجه تمام محترفه عشان تدير الامر. هي اللي تقول بقى نجيب مدير فني المرحله دي ولا نجيب مدير مصري ولا اجنبي، والمصري بقى ليه عيوب والاجنبي ليه عيوب. والاجنبي على فكره مش هو الرسول اللي انزل اللي بيجي ينقذ الكره المصريه، الاجنبي بيجي النهارده بيجي نص مرتبه وروع عمولات الحته الثانيه، دي نمره واحد عشان نبقى واضحين كده، عشان محدش يرجع يقول ايه اجيري كان بياخد 108 و110 وكلام من ده كله، لا في نص مرتب يروح في حته ثانيه. بس عشان نتكلم في الحاجات دي محتاجه اوراق رسميه، هتلقى في اوراق رسميه كتير جدا في الايام اللي جايه، مفيش مشكله فنيه. انا خليها فنيا. ثانيا فنيا بيجي يقولوا له انت عندك 20 واحد محترف هاتهم بقى وشغل عليهم وخلصت القصه. ولما بيجي نجيب ال 20 واحد اللي محترفين بنروح نجيبهم بتذاكر طيران رايح جاي رايح جاي، وكل تذاكر طيران ليها تذكره مقابل ونجم يقول لك انا عايز فيرست كلاس مش وبالظبط، وبعدين يبقى في هدايا جنب الموضوع ده، وشركات السياحه تشتغل والبتاع والبيزنس يشتغل والمصالح تشتغل، وتجيب احمد حسن كوكا تجيب غيره تجيب مش مشكله خالص، هيجي يقعد له اسبوع وياخد تذكره طيران رايح جاي وبتاع وكلام من ده، وما نستفدش منه ويحط في تجربه واثنين وثلاثه ويفشل مفيش اي مشكله خالص، ويصاب ويعالج ويرجع تاني مفيش اي مشكله، لان انت عندك 20 واحد محترف فقط لا غير، بتاخد منهم 12 تحطهم في المنتخب، والمدير الفني انا شايفهم بره وكويسين وبيلعبوا زي الفل، ما عملش انسجام محلي لا بين العناصر دي ولا دي وكده، الراجل المحلي بقى بيبقى قاعد. قبل ما تخش في المحلي انا عندي بس وجهه نظر في موضوع الاجنبي. اتفضل. ما هو مثلا ما انت ممكن تجي مدرب اجنبي لمشروع في تطوير اداء المنتخب في المرحله القادمه، وممكن يكون مدرب مش معروف بس انت من خلال تعاملك النفسي معاه وتعامله الفني والتجارب اللي اشتغل فيها يجي ينجح، وعندنا ادله كتير. أيوة وامثله كتير. ماشي. منتخب مدغشقر بيدربه مدرب فرنسي اسمه نيكولاس، راتبه $7,000 بالظبط، ما اشتغلش في الليجا الفرنسيه دوري الممتاز، اشتغل تمام. درجه تانية وثالثه تمام، لما اعتمد على محترفين درجه تانية وثالثه، بس كان عنده مشروع انه ازاي يقدر يطور الكوره في مدغشقر ويعمل منتخب قوي ينافس بيه، وبقى له 3 سنين ماسك المنتخب. بس احنا عندنا هنا في مصر احنا عايزين نجيب واحد جاهز مستورد جاهز اسم كبير عشان ياخد مرتب كبير، وبعدين يبقى ايه وبعدين مش هيشتغل وبتاع، عايزين نكبر فورا، عايزين نروح افريقيا في الكاميرون ناخد البطوله ونرجع، ده كده مش هنبني، مش عايزين نبني، احنا ما بنحبش نبني، بنحب انه يجيب حاجه جاهزه دريفري كده، حد يجي كده جاهز، ما عندناش فكره المشروع ده. بس انت عايز تعمل مشروع، انا ما عنديش مانع ما تجيب مدير فني اجنبي محترم كده يعمل لك القاعده من تحت، منتخب الناشئين اللي هو تحت 16 سنه، منتخب الشباب لغايه المنتخب الاولمبي، يعمل لك قاعده كويس جدا. مين اللي عمل كده السنه دي؟ منتخب كوت ديفوار. الله. كوت ديفوار كانت بتجيب اسامي مدربين كبار بالزبط. في فرنسا وفي اسبانيا وفي هولندا، وحتى الاكاديميات في كوت ديفوار اسك ميموزا كلها بيبقوا من خلال خبراء اجانب فرنساويين. منتخب كوت ديفوار بيدربه مدرب وطني لاول مره من فتره طويله اسمه ابراهيم قمارة، مسك منتخب الناشئين ومسك منتخب الشباب، وطلع تولى مسؤوليه المنتخب المحلي في بطوله الامم الافريقيه للمحليين طبعا. وحاليا بيقود كوت ديفوار في بطوله الامم، وصل دور الثمانيه، وصل دور الثمانيه، هيلاعب الجزائر بمشروع الاتحاد الايفواري اشتغل عليه. ايوه، يبقى انت جبت خبرات من بره واشتغلت عليه، يعني انت يبقى انت كاتحاد كره القدم عملت قاعده، بتدور على القاعده اصلا، مش بتدور على انك منتخبك يوصل كاس عالم او منتخبك ياخد يوصل نهائيات افريقيا، لا هيوصل بعد انت كده. بتدور هيوصل ما بالتاكيد لو في تخطيط صح، بس هو ما بيخططش. انت اخر مره منتخب انت عندنا في بطوله اسمها بطوله افريقيا للناشئين تحت 16 سنه، اخر مره رحنا امتى؟ مفيش اخر بطوله كان الكابتن رامي ياسين في 2013 اخر ده منتخب الشباب. منتخب الشباب ده منتخب شباب، انا بتكلم عن ناشئين 16 سنه. لا ما في ما فيش ده من اكتر من 25 سنه زمان. ليه؟ لان احنا مش مهتمين بالقصه دي، وحتى لما بنخش التصفيات بتاعتها بنطلع قدام فرق مغموره، بنطلع بره بسرعه كده. والحجه عشان تزوير الاعمار دلوقتي بقت في كاس طبي، خلاص مش تزوير اعضاء واعمار والكلام من ده. لا 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 لا, لا. احنا بس عندنا 3-4 مدربين لا مسكوا منتخب الناشئين ده تبعنا، هم بيلفوا نفس الدايره، هم نفس المجموعه، وبعدين نطلعه شويه، لا خليه يروح مساعد في الشباب، لا خليه مساعد في الاولمبي، لا مش عارف ايه، لان هي مقصوره. انت ما تقدرش تجيب مدرب النهارده مدرب وطني، لان اصلا الدايره مقفوله على 5-6، هتروح تجيب من بره هيقول لك لا انت بتغامر،
يعني تروح تجيب مدرب، هتجيب مثلا سي اي مدرب، مش عايز اذكر اسماء عشان ما اقولش ان احنا بنوجه الدفه لاي اسم من اسماء المدربين الموجودين، رغم ان في ناس كتيره كويسه لو خدت الفرصه ومعاها لجان فنيه بتشتغل ومعاها منظومه كامله هيقدر يعمل نتيجه كويسه. في مدربين عندنا كويسين، في مدربين بدون ذكر اسماء كويسين جدا ممكن يعملوا الكلام ده، بس انت برضو بتبص الاسم مصر عايز يوصل كاس عالم، عايز يوصل نهائيات افريقيا، مش عايز، عنده امكانيات ماليه ضخمه ممكن يعمل بيها الكلام ده، بس للاسف ما بتشتغلش كويس وما بتعملش حاجه كويسه، وفي اختياراتك كلها اختيارات خاطئه، وما تبصش لتجربه كوبر. تجربه كوبر ده سبحان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مشاها معانا كده ووصلنا كده، وكان عندك عناصر كويسه وقدر، كان فيه نوع من انواع الفكر الفني الراجل ومصر عليه لغايه النهايه، بعكس اجيري اللي كان عنده فكر قايلين له لا انت تنزل تهاجم وتعمل عشان الناس تبقى مبسوطه وبتاع وكلام من ده، يهاجم على حساب الدنيا خربانه ورا مش مشكله عنده، المهم ان هو فيجي في الاخر يمشي وياخد اللي هو عايزه واحنا نقعد نبكي مع بعضينا. اذا الفكره لا وطني ولا اجنبي، هو مشروع الله ينور لاختيار مدير فني كف يقود المنتخب بالزبط. والفكره بلاش الاسامي القديمه او الاسامي اللي بتتقال مع كل اخفاق للمنتخب يطلع نفس الاسم اتنين تلاته هم اللي بيترددوا، وهو اول واحد كمدرب بيطلع يتكلم يقول لك انا ما عنديش مشكله وبرحب بالمنتخب. انت كاسم ممكن تنجح مع انديه، ممكن تفشل مع منتخب، وانت فشلت بكده مع منتخبات، وفي انا بتكلم بشكل عام مش بحدد اسم معين طبعاً. بس المسؤول اللي هيختار يسيبه من الاسماء ويسيبه من الاعلام بيقول مين وبيردد مين، لان كل صحفي او كل مسؤول ممكن بيكون شايف ان ده كفء لتولي المنتخب. لا انت كاتحاد، وانا مش عارف اوجه مين برضه في الاتحاد، انا عايز اوجه كلام للاتحاد بس دي مش مسؤوليه المدير التنفيذي، يعني المدير التنفيذي ده مش بتاعته، مش شغلته. لا لا. ما هو انا بقول لحضرتك انت عايز تبدا من الصفر، يعني نمره واحد عشان خاطر بقى ايه انت بتكلم عن المرحله اللي جايه. نمره واحد، اولا الذي قال الناس دي كلها كل واحد يلزم مكانه ويقعد في بيته هو اللي يقدر برضه يمد ايده يعون لاتحاد كره القدم، بمعنى صح تشكيل لجنه سيبك من القصه بتاعت ان اللوائح وتقول لك المدير التنفيذي هو اللي يدير والكلام من ده، هو موجود ويدير عشان شكلا عشان الاتحاد الدولي ما اقولكش تدخل حكومي، بس لازم يكون في لجنه محترمه جدا من مجموعه من الناس المحترمين. شوف بقى المشاكل تخش تقعد دلوقتي من النهارده مش بكره ولا بعده، ما فيهاش شويه موظفين في اتحاد الكوره، انت هتقعد ثلاث شهور في ظل الكلام ده كله لغايه ما تنتخب جمعيه عموميه تجتمع تاني وتجيب نفس الاشخاص تاني؟ لا، انت عايز لجنه النهارده تخش تعمل معايير وتعمل كذا وتعمل قواعد جديده وتحاول تعدل في اللوائح اللي موجوده عشان خاطر المرحله اللي جايه. من ضمن القصص اللجنه دي تعملها انها تجيب ناس لجنه فنيه محترمه جنبها غير اللجنه اللي بتدير الاتحاد. اللجنه اللي بتدير الاتحاد دي لجنه اداريه. دي لجنه اداريه لها كلمه نبذه زي السيف، دي نمره واحد عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع التلاعب المادي ولا الاداري والكلام من ده، وعشان ما حدش يتسلل تاني من الناس اللي هي افسدت الاجواء في الجبلايه، وبعدين تجيب لجنه فنيه تبدا تقول له انت اشتغل بقى على القصه دي، اشتغل على مدير فني، اشتغل على منتخب جديد، اشتغل على هيكل اساسي للناحيه الفنيه، انت عندك حاجه مهمه جدا، عندك بطوله افريقيا تحت 23 سنه. ده قريب من 8 ل 23 نوفمبر. في نوفمبر يعني بعد يعني خلاص بعد اربع شهور هتلقى نفسك حاجه من اثنين، لا اما تروح اولمبياد طوكيو لا اما ما تروحش، ويبقى في الحاله دي قفلت بالضبط والمفتاح كل الكره المصريه على المستوى الافريقي، قدامك انت بتنظم البطوله ولازم تبقى واحد من ثلاثه، مش هقول لك تفوز بالبطوله، انت لازم تفوز بالبطوله بس على الاقل واحد من ثلاثه تروح تتاهل الاولمبياد عشان تبقى انت حطيت رجلك على الطريق السليم. لو انت قعدت معتمد على ان المدير التنفيذي السيد المحترم العميد ثروت سويلم، اللهم ان الدنيا هتخرب اكتر ما هي خربانه. لازم لجنه محترمه تفرد من اولي الامر ان هم يخشوا اتحاد كره القدم، لا يتشغلوا بقى في قصه المخالفات على جنب من نجعوا بيها، يشغل كذا يبدا يرتب البيت من اول وجديد، يختار يعمل لجنه شؤون لاعبين محترفه، يعمل لجنه مسابقات محترفه، لا يفعل اللوائح اللي بتقول لازم يكون في رابطه انديه محترفه للدوري الممتاز، ويدور يعمل لجنه اخرى مماثله للدوري الدرجه الثانيه او القسم الثاني، عشان وتيجي ناس محترفه تاخد فلوس، يعني يجي مثلا الحاج عامر حسين وهو رئيس لجنه مسابقات كامل الاحترام والتقدير ليه، يقول لك لا انا متطوع، لا انا مش عايزك متطوع والله، انا عايزك راجل محترف تعمل لي جدول محترم عشان يفيد الانديه. صح كده كله، وما المانع انه ياخد
ياخد اجره، ايه المشكله؟ ما انت بتصرف اصلا كتير جدا، ما انت اصلا بيجيلك ملايين من الرعايه، بيجيلك 450 مليون جنيه على 3 سنين من شركات الرعايه موجوده. لو في حاجه ناسينها كمان ولجنه الحكام، ولجنه الحكام لازم تكون لجنه محترفه تدير. لا ده اللي بيدير دلوقتي الكابتن عصام فتاح. لا اللي بيدير دلوقتي الكابتن عصام فتاح هو مش قدم استقاله عضو مجلس اداره؟ ما خلاص مفترض انتهى. هو دلوقتي حاليا رئيس لجنه الحكام. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش اصلا. هو مين اللي عينه رئيس الحكام؟ هو كان مشرفا بصفته عضوا باتحاد في مجلس اداره اتحاد كره، كان مشرفا على لجنه الحكام. هل معنى ذلك ان مجدي عبد الغني يجي يشرف على لجنه شؤون اللاعبين تاني؟ طب مين هيدير ملف التحكيم الفتره الجايه؟ ما هو ده القصه اللي بقولها لحضرتك. لا مفيش حاجه اسمها مصر تنضم اللجنه اللي هتيجي دي توضب كل ده، توضب كل الكلام ده. ولن تحتاج اكتر من 15 20 يوم بالكتير خالص. عمال ما ينتهي الدوري اللي هو مش عايز ينتهي ده خالص، عمال ما ينتهي تكون اللجنه دي حطت ايديها. بس لا نترك الامور لموظف في اتحاد كره القدم. تمام، بس الوقت للاسف خلص، وانا بشكرك جدا يا استاذ محمد. يعني قدر الامكان حاولنا بس نوصل للمشاهد المشاكل فين وتتحل ازاي. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. ونوثق اللي قلناه النهارده هنقوله كمان شهرين ومفيش جديد للاسف، واللي قلناه من شهرين هو اللي قلناه ده النهارده وبيحصل دلوقتي وبيحصل تاني. استاذ محمد بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه بتتكلم عن دور الاعلام الرياضي في المرحله القادمه، ودور الاعلام بيتكلم ازاي السلبيات او ازاي المشاكل نحلها، وازاي الايجابيات نلقي الضوء عليها عشان نكمل عليها. اتكلمنا في مساله القيد الافريقي من شهر 4، وكل ما بنطلع بنتكلم في نفس المساله، وبنتكلم يا جماعه لو في استثناءات طلعوا لنا ما يفيد، ولغايه دلوقتي مفيش استثناءات. وبكره اخر ميعاد لارسال القائمه الاوليه من الانديه المصريه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه. النهارده الدوري تم تعديل موعده بسبب القيد الافريقي، الاستثناءات اتقالت ومفيش حاجه رسميه طلعت من خلال موقع الاتحاد الافريقي او من خلال موقع الاتحاد المصري. اذا ما هو القادم؟ حتى هذه اللحظه الامور ضبابيه سواء في الشان الافريقي او حتى في الشان المحلي. مين المدير الفني؟ محدش يعرف. مين اللي هياخد القرار؟ محدش يعرف. دور المدير التنفيذي ايه؟ محدش يعرف. دوره اداري؟ طب مين هيقوم بالدور الفني؟ مشاكل كبيره وعايزه تدخل سريع جدا، مش مساله ان احنا نستنى النهارده او بكره او بعد، عايزه قرارات خلال الساعات القادمه. اتمنى يكون فيها حل خلال الفتره القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.